أو نعمل حتى ريكاب سريع كده عن المحاضرة بتاعت المحاضرة اللي فاتت. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا فيها على حاجات مهمة، اتكلمنا على الأورجنايزيشن بتاعت الشركات والثري تايبس اوف ذا أورجنايزيشن، قلنا احنا عندنا في الماتريكس والفانكشنال والبروجكتايزد، واتكلمنا برضو على الثلاث فروق بينهم، قلنا ان في سلايد مهمة بيجي عليها من 3 لـ 5 أسئلة. اتكلمنا برضو على الفاكتورز او الانفلونس، الحاجات اللي بتاثر في المشاريع زي الاو بي اي والاي اف، وكلمنا على الفرق بين الاثنين، وقلنا ان الاو بي اي هي الاورجنايزيشنال بروسيس اسيتس والاي اف هي الانتربرايز انفيرمنتال فاكتورز، وقلنا الاثنين دول لازم ناخد بالنا منهم كويس قوي على اساس دول بيشتغلوا معانا از انبوت لمعظم 90% من البروسيس. واتكلمنا برضو على الحاجه المهمه اللي هي الفرق بين الثلاثه لايف سايكلز اللي عندنا، اللي هم البروجكت لايف سايكل والبروجكت مانجمنت لايف سايكل والبرودكت لايف سايكل، وتاكدنا ان الحمد لله كله فاهم الفرق وقدر يفرق بينهم باذن الله تعالى. طيب في اي اسئله تانية يا شباب قبل ما نبدا في المحاضره ان شاء الله؟ تمام، نتوكل على الله. هو بس في يعني اللي حب يسأل سؤال ممكن في اوبشن في زوم ان هو يرفع ايده كده، وانا هعمل المايك انميوت اللي حابب، او يكتب على الشات وانا لو شفت ممكن ارد بقى. لسه في ناس بتبعت ريكويست للانضمام. تمام، النهارده ان شاء الله في ليكتشر نمبر 2 اللي هي هتعتبر اخر ليكتشر في اللي بنسميها البروجكت مانجمنت فريم ورك والانتر اكشن بتاعت البروسيس والعشرة نوليدج اريا، واللي ان شاء الله من المحاضره الجايه هنبدا ان شاء الله نشتغل في المنهج نوليدج اريا باي نوليدج اريا. تعالى كده، احنا كنا اتكلمنا احنا في بيمبو. طيب احنا قلنا في بيمبو 6 عندنا في 49 بروسيس. وات ذا مينينج اوف ذا بروسيس؟ بيقول لحضرتك ا بروسيس از ا سيت اوف انتر ريليتد اكشنز اند اكتيفيتيز performed to achieve a pre-specified product, result or service. Each process is characterized by. كل process بقى عشان نعملها من ال 49 process دول لازم يكون ليها ثلاث حاجات. ايه هم الثلاث حاجات؟ تعال بص حضرتك اهو، بيكون ليها حاجه اسمها input عشان اقدر اعمل البروسيس دي، عشان اقدر in order to perform this process لازم يكون عندي input، مجموعه مدخلات للبروسيس دي. وعشان اعمل process زي ما قلنا قبل كده لازم يكون عندي ايه؟ لازم يكون عندي tools and techniques، وبعد ما بعمل التولز اند تكنيكس دي بيكون عندي مجموعه الاوتبوت بتاعتي. احنا بنسمي اختصار الثلاثه مراحل او الثري ستيجز في البروسيس دي بنسميها اي تي تي اوز. اي جايه من كلمه انبوت، تي تي جايه من كلمه tools and technique، اوز جايه من كلمه ايه؟ الاوتبوت. تمام، يبقى انا عشان in order to perform or to do or to take action for every process لازم يكون عندي مجموعه الاي تي تي اوز اللي انا هتكلم عليهم بالتفصيل لكل 49 بروسيس، لازم يكون عندي انبوت مجموعه تولز وتكنيكس عشان في النهايه احصل على اوت. وطبعا اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت في محاضره الانترودكشن وات ذا ديفرنس بتوين تول اند تكنيك. قلنا التول مجموعه ادوات بستخدمها زي اني سوفت وير او لابتوب اور سو اون، والتكنيك زي ميتنج برين ستورمنج او فيرتشوال ميتنج او اور سو اون. فده الفرق بين كلمه تول اند تكنيك. احنا في بيمبو 6 احنا عندنا 49 بروسيس هنتكلم فيهم مع بعض ان شاء الله. ان ذا سيم تايم عندنا زي ما قلنا قبل كده 10 نوليدج اريا، اللي هم من اول الانتجريشن، سكوب، السكادول، الكوست، الكواليتي، الريسورس، الكوميونيكيشن، الريسك، والبركيورمنت، والستيك هولد. يبقى انا عندي 5 بروسيس جروب 10 نوليدج اريا. استاذن بس حضراتكم ركزوا معايا في اللي هقوله دلوقتي. احنا عندنا 10 نوليدج اريا، طب ليه 10 وايه الانتر اكشن اللي بينهم؟ احنا عندنا فور اني بروجكت بيكون في موجود 4 ريكويرمنتس للبروجكت ده. يبقى اي بروجكت في العالم او في الدنيا كلها لازم ان اوردر تو اتشيف ذيس بروجكت لازم يكون عند حضرتك 4 ريكويرمنتس بنسميهم البروجكت ريكويرمنتس. ايه هم الريكويرمنتس دول؟ اول ريكويرمنت عندنا لازم اعرفه انا واحدده قبل ما ابتدي في المشروع حاجه اسمها سكوب. تمام، يبقى اول ريكويرمنت عندي في المشروع اسمه ايه؟ سكوب. استاذن حضراتكم لو هسال سؤال وحد عايز يرد في حاجه اوبشن عندكم في زوم اسمه ريز يور هاند، ارفع وانا هخلي هعمل لحضرتك ان ميوت.
اول ريكويرمنت عندنا ده اللي بنسميه السكوب. فعشان حضرتك قبل ما تبدا في المشروع بتاعك لازم تعرف السكوب بتاعك، تعرف اصلا لازم you define your scope, how you collect the requirements, how you will define the scope. ازاي السكوب ده هتسلمه للكاستمر او الكلاينت، ازاي السكوب ده هتعمل له كنترول في خلال مرحله الاكسكيوشن بتاعه السكوب. فمن اهميه السكوب ليه نوليدج اريا خاصه بيه، يبقى ده اول ريكويرمنت. تمام. تاني ريكويرمنت عندنا طيب اللي هو ايه، حضرتك خلاص عرفت السكوب، لازم تخلص السكوب ده في ايه، في سيرتين تايم. عشان كده عندي في نوليدج اريا خاصه بالسكيدول، ازاي هعرف الاكتيفيتيز، ازاي هعرف هعمل استيميت الاكتيفيتيز، وات ويتش تول اند تكنيك اي ويل يوز ان اوردر تو ديفلوب ذا سكيدول، وفي النهايه خالص هاو اي ويل كنترول ماي سكيدول. ده تاني ريكويرمنت. طيب عرفنا السكيدول، لازم السكيدول ده السكوب ده يخلص في ايه، يخلص ب بادجت او كوست معين. يبقى تالت ريكويرمنت عندي للمشروع ده اسمه ايه، اسمه الكوست. ازاي بقى هديتيرمن ماي بادجت، ازاي هفرق بين البادجت والكوست بيس لاين، ازاي هعمل استيميت الاكتيفيتيز، ازاي احسب كل الكلام ده. عشان كده هتلاقي حضرتك عندك في نوليدج اريا خاصه بالكوست. رابع ريكويرمنت عندي، لازم انا هنفذ التلاته ريكويرمنت دول بايه، لازم الصوت واضح يا شباب ولا في اي مشكله في الصوت؟ الصوت واضح يا شباب ولا في اي مشكله في الصوت؟ الو الصوت واضح؟ طيب ها كده رجع تمام، اكدوا لنا بس عشان نكمل. طيب احنا كنا بنقول عندنا اربع ريكويرمنتس. عندنا في السكوب لازم نعرف السكوب ونعرف السكوب بيز لاين، لازم بعد ما بعرف السكوب اعرف السكادول بتاعي، بعد ما بخلص السكادول بتاعي واعرف البيز لاين بتاعي بنسميها السكادول بيز لاين، بعد كده بعرف الكوست وبعرف البادجت بتاعي في المشروع ده ريكويرمنت نمبر 3. بعد كده خالص لازم انفذ الثلاثه ريكويرمنتس دول بايه، لازم انفذ الثلاثه ريكويرمنتس دول ب جود كواليتي. يبقى الريكويرمنت الرابع عندي للمشروع ده بسميه كواليتي. يبقى هم دول الاربعه ريكويرمنتس. تمام. طيب عشان احقق الريكويرمنتس دول، هل هقفل على نفسي اوضتي او مكتبي وانفذ الريكويرمنت، ولا لازم اعمل حاجه او اشتغل مع حد؟ صح، يبقى لازم اشتغل مع حد. اورك ويف وات، حد يعرف اشتغل مع مين؟ حد يقدر يستنتج؟ حد كده يقدر يقول لي انا عندي اربع ريكويرمنت عشان احقق ان اوردر تو اتشيف ذيس فور ريكويرمنت لازم اورك ويز هوم؟ اهو المهندس مروان. ماشي، هو البروجكت مانجمنت اوفيس هي ويل سبورت يو، بس انت عشان حضرتك ده هيعمل لك سبورت، لكن لازم انت از بروجكت مانجر ان اوردر تو اتشيف الريكويرمنتس دي لازم تشتغل مع مين؟ ها؟ ستيك هولدر. الله ينور عليك، لازم تشتغل مع مجموعه الستيك هولدر بتوعك. اجابه ممتازه يا باشمهندس. عشان كده انا عندي نوليدج اريا خاصه بالستيك هولدر. طيب هتشتغل مع الستيك هولدر ومين تاني؟ حد تاني بقى. طيب اهو يا باشمهندس حازم، هنشتغل مع ستيك هولدرز ومين تاني؟ هنشتغل مع ستيك هولدر وريسورسز، مظبوط؟
whatever بقى الريسورسز دي بانواعها المختلفه اذا كانت هيومن او فيزيكال او ماتيريال او سبلاير اون سو اون. طيب فرضنا انا قررت الريسورسز دي هجيبها اوت اوف ماي اورجانيزيشن، هشتغل بيها مع بره الاورجانيزيشن، يبقى انا محتاج ايه هيعمل لي سبورت؟ اعمل البروسيس دي عن طريق مين؟ عن طريق جماعه. حد يعرف؟ يا باشمهندس احمد اتفضل. ريكويرمنت يا باشمهندس. الله ينور عليك يا باشمهندس. يبقى ثالث حد بشتغل معاه اللي هم جماعه البروكيورمنت. يبقى انا عندي اربعه ريكويرمنتس، ان اوردر تو اتشيف ذيس ريكويرمنت لازم اشتغل مع مجموعه ناس. بشتغل مع الستيك هولدر في المقام الاول، عشان كده في نولج اريا خاصه بالستيك هولدر. بشتغل مع مجموعه الريسورسز عندي وات ايفر اذا كانت هيومن او فيزيكال، طبعا هيومن منهم التيم بتاعي والفيزيكال اذا كان السبلاير او السب كونتراكتورز. ده في حاله لو انا شغال من ويبين الاورجانيزيشن. طيب احتاجت اجيب ريسورسز بره الاورجانيزيشن دي، يبقى لازم حضرتك هتتجه للبركيورمنت ان اوردر تو بيرفورم ذيس بروسس. عشان كده من اهميه البركيورمنت عندنا نوليدج اريا خاصه بيها. هنتكلم مع بعض بقى يعني ايه بركيورمنت اصلا، وللاسف في يعني نقطه ضعف في كتير من المهندسين، وده مش عيب يعني، ساعات اصلا ما بيكونش عارف يعني ايه بيركيورمنت، واللي هي طبعا علم او الديبارتمنت بتاعت العلم المشتريات. هنتكلم بقى مع بعض فيها يعني ايه ازاي البيركيورمنت بروسيس بتتم، يعني ايه انواع البي اوز المختلفه، انواع العقود المختلفه ان سو اون. طيب عندي اربعه ريكويرمنتس وعندي ثلاث حاجات بشتغل معاهم، ايه اللي هيربط الاثنين دول ببعض؟ حد يقدر يستنتج ايه اللي هيربط مجموعه الاربعه ريكويرمنتس بالثلاثه اللي انا هشتغل معاهم اللي هم الستيك هولدر والريسورس والبركيورمنت؟ هيكون في حلقه ربط بينهم، عشان هيكون في فلو اوف انفورميشن بتوين الريكويرمنتس والثلاثه اللي هشتغل معاهم. حد يعرف دول اسمهم ايه؟ حد يقدر يستنتج كده ايه حلقه الربط بتوين دول ودول؟ مظبوط، المهندس احمد قال الكوميونيكيشن. يبقى الكوميونيكيشن هي اللي هتربط لي اليمين بالشمال. حلو قوي. طيب نسينا حاجة مهمة جدا، ايه ممكن يحصل لي في كل حاجة من الحاجات اللي قلتهم دول؟ ايه حاجة اسمها بنسميها uncertain event it may happen in each، ممكن تحصل لي في الـ requirements وممكن تحصل لي وانا بشتغل مع الثلاثة. الله ينور عليك يا باشمهندس مروان، كله at risk. عشان كده الـ risk ممكن يحصل in each knowledge area، عشان كده في knowledge area خاصة بالـ risk management. واللي من أهمية الـ risk ممكن اللي من هميه الريسك زي ما قلنا لحضراتكم في ليه شهاده خاصه بيه. طيب اخر حاجه خالص بقى اللي بيجي يعمل لي انتجريشن واللي بيعمل لي هارموني بتوين التسعه نوليدج اريا دول، واللي هي من احدى مهام مدير المشروع، بيجي يعمل لي هارموني، بيجي يعمل ايه اخر نوليدج اريا عندنا اللي ناقصه؟ ها الله ينور عليك يا باشمهندس احمد. المهم هي دي اللي بتيجي تعمل لي في النهايه الانتجريشن عندي. يبقى انا كده شرحت لحضراتكم الانتر اكشن بتوين ال10 نوليدج اريا. عندي اربعه ريكويرمنتس، ركزوا معايا قوي في الكلام ده عشان الكلام ده بيفهم حضرتك يعني ايه 10، ايه هم ال10 نوليدج اريا وليه مش 11 وليه مش 9 وكل نوليدج اريا بتعمل ايه. عندي اربعه ريكويرمنتس، سكوب سكيدول كوست كواليتي. بشتغل مع ثلاثه نوليدج، ستيك هولدر وريسورس وبركيورمنت. بيجي بعد كده في فلو اوف انفورميشن بتوين بوث بارتيز اللي هي الكوميونيكيشن، عشان كده عندي نوليدج اريا خاصه بالكوميونيكيشن. ممكن يظهر لي ريسك ان اني نوليدج اريا، ممكن يظهر لي ريسك وانا بعرف السكوب وانا بسلم للسكوب وانا بعرف التايم اند سو اون. وفي النهايه خالص بيجي مدير المشروع يعمل لي يعمل لي انتجريشن. عشان كده احنا في بعض الاحيان بنسمي مدير المشروع از ان انتجريتور. فهذه الخمسه بروسيس جروب، وطبعا ال10 نوليدج اريا دول شغلي كله بيتم من خلال الخمسه بروسيس جروب اللي احنا بنسميهم ايه برضو؟ احنا بنسميهم الفايف بروسيس جروب، ليهم انذر نيم قلناها المره اللي فاتت. اسمهم ايه؟ هم نفس الخمسه دول ليهم اسم ثاني. باشمهندس مروان عايز يقول بروجكت مانجمنت بروجريس جروب، يعني بروجكت مانجمنت بروسيس جروب اور بروجكت مانجمنت لايف سايكل.
تمام. يبقى انا عندنا الفايف بروسيس جروب اسمهم فايف بروسيس جروبس، او هم البروجكت مانجمنت لايف سايكل، اللي هم اللي حضرتك نتيجه امتحانك بتطلع بيهم ولازم تجيب في كل بروسيس جروب 65%. تعالى كده اهو فاكرين السلايد دي الجميله اللي شرحناها في اول محاضره خالص، قلنا انا عندنا في 49 بروسيس متقسمين على 10 نوليدج اريا على 5 بروسيس جروب، وقلنا طبعا البروسيس بتاعه الانيشيشن زي ما قلنا اتس فيري ريسكي عشان فيها 2 بروسيس بس، وطبعا الكلوزنج فيها بروسيس واحده بيجي عليها 12 سؤال، والاكسكيوشن في 10 بروسيس 3 منهم بس في الريسورس، فلازم وانا بذاكر الريسورس اخد بالي عشان 30% من اسئله الاكسكيوشن بتيجي على الريسورس. تمام يا شباب، حد عنده اي سؤال؟ في البشمهندسه ندى قالت فيزس، لا البروجكت مانجمنت لايف سايكل مش فيزس، الفيزس حاجه تانية. طبعا يعني ناخد بالنا من النقطه دي، البروجكت مانجمنت لايف سايكل ات از نوت ذا فيزس اوف ذا بروجكت. خلي بال حضراتكم دول مانجمنت لايف سايكل، الفيزس انت ممكن بتسمي مثلا في مشروع او مشروع كونستراكشن بتسمي فيز كونكريت او فيز فينيشنج اون سو اون، عشان بس ما نعملش كونفيوز. اتمنى تكون الحته دي واضحه، الفيزس اتس نوت ايكوال البروجكت مانجمنت لايف سايكل. واضحه النقطه دي؟ تمام. بعد كده انا كنت حاطط لحضراتكم على الشيرد فولدر بتاعنا اللي هي بنسميها البروجكت مانجمنت مابت شارت، دي انا واخدها بالظبط من بيمبوك، بس انا حاططها لكم على الشيرد فولدر، حاطط فيها ايديت شويه. استاذن الجميع الورقه البي دي اف دي اللي فيها البروجكت مانجمنت لايف اللي فيها البروجكت مانجمنت مابت شارت تطبعوها وتخلوها دايما قدام حضراتكم وانتم بتذاكروا. في حد عايز يسال؟ معلش يا باشمهندس، انا ما كنتش حاضره ساعه التيبل اللي فات ده عشان انا قريته وما فهمتش، هل ممكن حضرتك سريعا بس تشرحه التيبل ده؟ يعني انا قريته وما فهمتش بصراحه ايه الارقام دي فما فهمتش. طيب التيبل ده نعمل حتى ريكاب او ريفريش للاخوه كلهم، التيبل ده حضراتكم عباره عن احنا زي ما اتفقنا في بيم بوك 6 او علم اداره المشروعات او البروجكت مانجمنت، عندنا في 49 بروسيس هيدرسوا مع بعض. ال 49 بروسيس دول متوزعين ازاي؟ متوزعين كالاتي، تيجي عند حضرتك النولج اريا اللي اسمها انتجريشن هندرس فيها كام بروسيس؟ 7 متوزعين كالاتي، بروسيس في الانيشيشن، بروسيس في البلاننج، 2 اكسكيوشن، 2 مونيتور اند كنترول، 1 كلوزنج. فاجمالي البروسيس ان اوردر تو بيرفورم النولج اريا انتجريشن يشود بيرفورم 7 بروسيس، ومتوزعين على الخمسه بروسيس جروب بالمنظر ده. بنفس الكونسيبت ده عندنا السكوب في 6 بروسيس، السكادول في 6، الكوست في 4 اند سو اون. تمام كده؟ طيب حاجه ثانيه، عشان حضرتك زي ما قلنا لازم تنجح في الامتحان لازم في كل بروسيس جروب تجيب فيها فوق ال 65%. فالامتحان زي ما قلنا بيكون 200 سؤال، 25 سؤال اوت اوف سكورنج، حضرتك بتتحاسب على 175 سؤال. طيب متقسمين ازاي دول؟ متقسمين 23% على الانيشيشن يعني 13% انيشيشن يعني 23 سؤال، 24% بلاننج يعني 42 سؤال، اكسكيوشن 31% 54 سؤال، مونيتور اند كنترول 25% 44 سؤال، كلوزنج 7% 12 سؤال. طيب اجمالي البروسيس اللي موجوده في الانيشيشن هم 2 بروسيس، يبقى في 2 بروسيس هيجي عليهم 23% سوري هيجي عليهم 23 سؤال. يعني وانت بتذاكر الانيشيشن، احنا باي ذا واي هناخد الانيشيشن النهارده عليه 23 سؤال، يبقى حضرتك 23 سؤال بيجي عليهم 2 بروسيس اون، فعشان كده الانيشيشن مهمه جدا جدا. تعالى برضو انذر بروسيس فيري ريسكي في الامتحان الكلوزنج، ليه؟ 12 سؤال بيجي عليه 12 سؤال بيجوا على بروسيس واحده فقط. تخيل حضرتك بروسيس واحده بس فيري سمبل بروسيس بيجي عليها 12 سؤال، يعني حضرتك لو جاوبت على 6 اسئله غلط لا قدر الله حضرتك نتيجه الامتحان هتكون فين، حتى لو جايب في بقيه البروسيس 100%. اخر ريسك عندنا في الاكسكيوشن زي ما قلنا عباره عن 10 بروسيس،
ثلاثة منهم موجودين في الريسورس، فلازم حضرتك وانت بتذاكر النولج اريا ريسورس تاخد بالك من الثلاثة بروسيس دول عشان مهمين جدا، عشان بيجي عليهم تقريبا 30% من اسئلة الاكسكيوشن اللي هي 54 سؤال، يعني 20 سؤال تقريبا بيجوا على الريسورس. On the other side البلاننج بيجي عليه 24، بيجي عليه 42 سؤال موجوده في موجود في 24 بروسيس. لا قدر الله لو ضيعت بروسيس مش فارقه، عندك 23 بروسيس. ده كده ان ديتيلز معنى التشارت المهم ده. اتمنى كده تكون واضحه للجميع. حد عنده اي سؤال تاني فيها؟ شكرا يا شكرا. تمام. نرجع للبروسيس ماب تشارت اللي موجوده اللي موجوده حاطتها لكم على الشيرد فولدر. اتمنى بس من الجميع زي ما قلنا يطبعها. حد في اي حد طبعها خلاها قدامه او وصلت لها البروسيس ماب تشارت دي اللي هي هنا فيها بيرسنتج وارقام ومحطوط على كل بروسيس جروب البرسنتج بتاعتها. محطوط هنا مثلا ان دي فيها 2 بروسيس 13% 23 سؤال. يا ريت بس دي تطبعوها وتخلوها دايما قدام حضراتكم. بتوزع هوريزونتلي هتلاقي كل النولج اريا بتاعتنا من اول الانتجريشن لغايه تحت الستيك هولدر، ومتوزع فيرتيكلي الخمسه بروسيس جروب. اهو مثلا احنا كنا بنقول الانيشيشن في 2 بروسيس، بروسيس اسمها ديفلوب بروجكت شارتر والثانيه اسمها ايدنتيفاي ستيك هولدر. هما دول التو بروسيس اللي ايه اللي موجودين في الانيشيشن، واحده في الانتجريشن واحده في الستيك هولدرز اللي هي بتاكد الكلام ده بالظبط. ادي اهو انيشيشن، واحده في الانتجريشن واحده في الستيك هولدر. تمام كده يا شباب؟ تمام. قبل ما ناخد السلايد الجايه دي احنا كده اتكلمنا خلاص ان ديتيلز. ممتاز مهندس محمد بكر بعد بيقول ايوه طبعته. ممتاز، ده يا ريت حضرتك تحطه قدامك على المكان اللي انت بتذاكر فيه وخليها دايما قدام عينك وخليها دايما معاك في اي محاضره ان شاء الله. احنا كده خلصنا، عرفنا ايه يعني ايه ال10 نوليدج اريا، الانتر اكشن بتوين ال10 نوليدج اريا، اتكلمنا على ال 49 بروسيس، اتكلمنا على الانتر اكشن بتوين ال 49 بروسيس، اتكلمنا على وات از ذا ديفرنس بتوين النوليدج اريا والبروسيس جروب. وعشان حضرتك تفرق بين النولج اريا والبروسيس جروب وما تتلخبطش دي ايه ودي ايه، وايضا قلناها في اول محاضره، النولج اريا بتعرف حضرتك ها النولج اريا. حد عارف الفرق بين النولج والبروسيس جروب ازاي؟ احنا قلناها في اول محاضره اللي فاكر. حد يقدر يجاوبني وات از ذا ديفرنس بين نولج اريا اند بروسيس جروب؟ واحده وات يو نيد تو ايه والثانيه وات يو نيد تو ايه. ها بسهل عليكم اهو، محدش رفع ايده يعني. مهندس مروان ماشي اتفضل يا باشمهندس. What you need to know what you need to do. ممتاز. What you need to... ممتاز. يبقى النولج اريا ممتاز، النولج اريا what you need to know ده العلم، والبروسيس جروب او الخمسه بروسيس جروب بتعرف حضرتك what you need ايه to do. تمام؟ طيب كده احنا خلصنا الجزئيه البسيطه دي. في سؤال ثاني ويا ريت ما تقروش السلايد، ما حدش يفتح. حد يعرف، ودي طبعا مهمه جدا في علم اداره المشروعات، وات از ذا ديفرنس بتوين داتا اند انفورميشن؟ ويا ريت كلنا نشارك مع بعض يا شباب وما نتكسفش. الفرق بين طبعا الشباب والشابات يعني داتا وانفورميشن، حد يعرف الفرق بتوين داتا اند انفورميشن؟ المهندس باسم اتفضل يا باشمهندس. الداتا از بروسيسد انفورميشن. نعم. الداتا از ا بروسيسد انفورميشن. لا الانفورميشن اللي حصل لها بروسيسنج بتتحول لداتا. لا 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 العكس، المهم انت جاوبت صح بس انت عاكسهم. اه صح، آه سوري صح. الانفورميشن هي بروسيسنج داتا صح، بروسيس داتا. طيب حد عنده الله ينور، الله ينور عليك. وحد الاستاذه حبيبه، هي دي الكلمه اللي كنت عايزها، الداتا هي الرو داتا او الرو لا ما ينفعش اقول رو انفورميشن، ما هي لا هي بنسميها الرو داتا اللي بحصل عليها. زي مثلا مسال حضرتك هاو ماتش كونكريت يو كاست ان ذا سايت، هتيجي تقول لي يا مهندس بتاع السايت او السي ام بتاع السايت والله انا صبيت النهارده او الاسبوع اللي فات صبيت 100 متر مكعب.
حلوة أوي. الميت متر مكعب دي أنا بسميها داتا. طيب أنا إزاي أعرف هل الميت متر مكعب دي behind schedule ولا below schedule ولا ahead schedule؟ سوري، أعرف إزاي إن أنا behind schedule ولا ahead schedule؟ فلازم أدخلها بعمل شوية analysis عشان أقول والله الداتا اللي جات لي من جماعة السايت دول عملت لها analysis various analysis بأي طريقة نتكلم عليها في وقتها إن شاء الله. في النهاية طلعت لي مجموعة information or index or KPI قالت لي إن أنا behind schedule ولا ahead schedule. يبقى ده الفرق بين كلمة data وinformation. تمام كده؟ حد عنده مش فاهم؟ أنا قلت لكم example من construction. تعال خد example من IT. جيت قلت لك والله how many motherboards you finish installing last week. انت ركبت او جمعت كام motherboard في الاسبوع اللي فات؟ جيت قلت لي والله الداتا كوليكتور بتاعك او whatever، جيت قلت لي والله انا جمعت 50 motherboard. طيب انا هعرف ازاي ان ال 50 motherboard دول كويسين ولا as per my baseline ولا ايه في التمام ولا مش تمام ولا هعمل ايه؟ لازم اخدهم ابتدي اشتغل عليهم واعمل عليهم شويه analysis عشان اطلع ايه الانفورميشن. يبقى انا عندي في حاجه اسمها داتا وانفورميشن. حتى الكلام ده بعيد عن علم اداره المشروعات، هي الداتا يعني الرو داتا without any analysis، والانفورميشن بعد لما حضرتك تعمل عليها ايه set of analysis. تمام؟ احنا بقى في علم اداره المشروعات او في البروجكت مانجمنت بنسمي الداتا work performance data. تمام؟ وبنرمز لها بالرمز WBD. الكلام ده عشان هيتكرر معانا ونركز فيه كويس قوي. يبقى الداتا بنسميها في علم اداره المشروعات في البروجكت مانجمنت work performance data. حتى قال لك الرو اهو، نحط خط تحت كلمه رو. الwork performance information او WBI اللي هي البرفورمانس داتا، حضرتك بقى عملت لها شويه اناليسز او واتيفر، عملت لها بقى اكشوال فيرسس بلان، قارنتها مع البلان اللي انت كنت حاطه فروم دي 1، وفي النهايه طلعت سيرتن انفورميشن. وبعد كده خالص بقى لما انت بتجمع، خلي بال حضرتك احنا دلوقتي عندي في كل نوليدج اريا هتجيلي نوع معين من الداتا. ركز معايا قوي في الحته دي، انسى الانتجريشن دلوقتي. السكوب شايف معايا هيجيلي داتا من السكوب، وعندي بروسيس مونيتور اند كنترول في السكوب. فجماعه الاكسكيوشن هم بيكسكيوت السكوب، هيطلعوا لي داتا من السكوب. يبقى انا عندي ورك بيرفورمانس داتا فروم سكوب برسبكتيف، صح؟ هخش عندي في البروسيس مونيتور اند كنترول بتاعه السكوب، هعمل لها كنترول سكوب، هقارن الداتا اللي جالي من السكوب، وفي النهايه هعرف هيطلع لي دبليو بي اي بتاعه السكوب ان سو اون. نفس الكلام ده من السكادول. كل نوليدج اريا هتلاقي حضرتك اهو ليها بروسيس في المونيتور اند كنترول، اللي هي مسؤوله تاخد الداتا بتاعه النوليدج اريا دي تقارنها بالبلان عشان في النهايه تطلع دبليو بي اي بتاعه النوليدج اريا دي. في النهايه خالص البروسيس الام بتاعه الانتجريشن اللي هي بنسميها الاوفر اول مونيتور اند كنترول، بتاخد كل الدبليو بي ايز بتاعه كل نوليدج اريا، تمام؟ بتاخدها تعمل لها كومباينيشن زي ما بنقول كده بالبلدي، تضربها في الخلاط عشان في النهايه خالص تطلع فول انتجريتد ورك بيرفورمانس ريبورت. واضحه؟ عشان كده في اسمها ايه ورك بيرفورمانس ريبورت. يبقى انا هيبقى عندي دبليو بي اي ان ايتش نوليدج اريا، وعندي دبليو بي دي ان ايتش نوليدج اريا. في النهايه خالص هيطلع لي دبليو بي ار جايه من الانتجريشن بتاع كل دبليو بي ايز مع بعض. طيب حاجة أخيرة، يعني أنا كنت زيكم وأنا بذاكر الـ PMP والكلام ده كله كنت بتلخبط جدا زي ما الباشمهندس في الأول اتلخبط بين الـ Data والـ Information، مين قبل مين ومين مش بعد مين، عشان هي طبعا زي ما قلنا في واحدة الرو بتحصل في الأول والتانية نتيجتها بتحصل بعدين. أقول لكم على تريك صغيرة قوي أنا كنت بقولها لنفسي وأنا بذاكر، اللي هي كالآتي. هي Work Performance Data، Data as per alphabetic حرف D، يبقى A B C D. بعديها الانفورميشن، عندي بعد كده الH I B C D E F G H I، يبقى D قبل ال I، يبقى D بتحصل قبل ال I. يبقى كده دايما قلت الحركه مع تريكه صغيره بحيث نعرف دايما مين بيحصل قبل مين. يبقى كده خلاص النهارده بقت واضحه تماما
بقت واضحه تماما ان الورك بيرفورمانس داتا بتحصل الاول وبعديها بتحصل الورك بيرفورمانس انفورميشن. تعالى كده بقى بص على الشارت الجميله دي اهي، اعتقد بعد الشرح انا قلت ده الكلام ده هيكون واضح. انا عندي خلي بال حضرتك ده احنا دخلنا دلوقتي في العميق شويه. ادي عندي البروجكت اكسكيوشن، جماعه الاكسكيوشن اهم، جماعه دول بيطلعوا ايه؟ داتا اللي هي الرو، الرو اوبزرفيشنز، اللو الرو ريبو، الرو كولكشن اوف داتا اند سو اون. تمام كده؟ طيب الورك بيرفورمانس داتا دي هتخش لي على الكنترول بروسيس ان ايتش نوليدج اريا زي ما قلنا. هتطلع ايه؟ هتطلع لي ال WBI، اي داتا الاول وبعد كده طلع ال WBI. ال WBI دي بقى from each knowledge area هتخش على ال overall project control اللي هي موجودة في الانتجريشن عشان تتضرب في الخلاط وانها تطلع لي integrated work performance reports. طبعا بقى لسه كل ده هنفهمه قدام ال work performance report دي، بستخدمها في ثلاث حاجات. بستخدمها اول حاجة في الكوميونيكيشن، بتروح لبروسيس كوميونيكيشن عشان ايه؟ عشان تتعملها ديستريبيوشن حسب البلان بتاعتي على كل التيم ممبرز والستيك هولدرز. بتخش لي على البروجكت مانجمنت بلان عشان لو في اي عندي ابديتس تروح لجماعه الاكسكيوشن يعملوا امبلمنتيشن في السايت. وحاجه مهمه جدا بتخش على البروجكت تشينج كنترول بروسيس عشان جماعه التشينج كنترول قبل ما يوافقوا على اي تشينج يكون عندهم انتجريتد ريبورت على الستيتس بتاعت البروجكت، يعرفوا هيوافقوا على التشينج ده ولا لا بناء على الانتجريتد ريبورت. طبعا اذا كنت انا متاخر او اندر بادجت ممكن ما وافقش على التشينج اند سو اون. طبعا الكلام ده لسه هنشوفه بالديتيلز مع بعض. انا عايز بس حضرتك في هذه المرحله تفهم الورك بيرفورمانس داتا بتطلع منين، بتخش على ايه عشان تتحول لانفورميشن، والورك بيرفورمانس ريبورت دي تطلع ازاي. اتمنى الشرح الدقيق ده وصل لحضرتك المعلومه والفرق بين كلمه ورك بيرفورمانس داتا والورك بيرفورمانس انفورميشن اند ورك بيرفورمانس ريبورتس. والورك بيرفورمانس ريبورت دي بتستخدم في ايه؟ طبعا ده لسه كل الكلام ده ان ديتيلز هنتكلم فيه مع بعض. واضح يا شباب الفرق بين الداتا والانفورميشن ومين بيطلع من مين ومين ما بيطلعش من مين؟ تمام. حاجه برضو هنتكلم عليها، هنتكلم على احنا قلنا عندي انبوت وعندي مجموعه تولز وتكنيكس بتطلع اوتبوت. جمعوا لك بقى مجموعه التولز والتكنيكس وخلاص، احنا اتكلمنا على الفرق بين التولز والتكنيكس مش محتاجين نعيدها كل شويه. قال لك والله احنا عندنا تقريبا في 72 تول وتكنيك ممكن اجمعهم في 6 جروبس. خلي بال حضرتك انا ممكن اجمع مجموعه تولز وتكنيكس في كاتيجوري بسميها او جروب بسميه داتا جاذرنج تكنيك. الداتا جاذرنج تكنيك ده او بتوين براكت انفورميشن جاذرنج تكنيك ده حضرتك تكنيك هتستخدمه وانت بتجمع اي معلومات ريجاردلس ايه هي نوع المعلومات. يعني حضرتك لو بتجمع معلومات على السكوب هتستخدم one of the techniques of the data gathering techniques او the information gathering techniques حسب السيتويشن اللي انت فيه، زي ما هنشوف مع بعض في المحاضره الجايه بتاعه السكوب. وانت في الريسك بتعمل ايدنتيفيكيشن للريسك وبتجمع كولكت انفورميشن اباوت ريسك، هتفتح عندك الداتا جاذرنج تكنيكس وتشوف ايه المناسب ليك اللي انت هتستخدمه. يبقى انا عندي 72 تول اند تكنيك جمعناهم في 6 جروبس. Apart from this there are 60 more ungrouped tools and techniques. طبعا كل ده ايه؟ هنستعرضهم مع بعض. احنا جمعنا ال 72 دول في 6 جروب عشان بس نسهل الموضوع لحضرتك دلوقتي كده، اديك نبذه سريعه على ال 6 جروب دول. فبيقول لحضرتك حتى simply focus on understanding what each tool and technique in the group does. خلي بال حضرتك زمان ايام بينبوك 3 وبينبوك 4 كان نجاح حضرتك في الامتحان مبني على حفظك لكل بروسيس. ايه هي مجموعه الانبوت والتول والتكنيك والاوتبوت اللي ليها؟ عشان ده سؤال ده بنسمعه كتير، يا باشمهندس احفظ لكل بروسيس ايه التكنيك بتاعتها؟ بقول لحضرتك لا طبعا، الكلام ما بيتحفظش. انت من كتر التكرار وفهمك للبروسيس دي بتعمل ايه هتقدر تستنتج ايه هي التول والتكنيك المناسبه ليه، وفهمك للي هنقوله دلوقتي عن كل تول وتكنيك بتعمل ايه. اول جروب عندنا بنسميها داتا جاذرنج اور انفورميشن جاذرنج تكنيك. زي ايه؟ حاجه اسمها بنش ماركينج. يعني ايه بنش ماركينج؟ حد عارف يعني ايه بنش ماركينج؟ يقدر يشاركنا.
كلمة بنش ماركينج يعني ايه؟ حاجة زي الميجر ايفنتس في المشروع مثلا او الستوبس اللي عندها مثلا ممكن هنغير الاستراتيجي او هنعمل اعمال جديدة. تمام، زي ما اعتقد ده صوت المهندس ياسر، اعتقد تقريبا الإجابة مظبوطة. يعني حاجة عندك في الموقع او في المشروع او في برا الاورجانيزيشن انت حاططها عندك as a benchmark، حاجة بتاخدها as a reference، فدي ممكن بتكون طريقة من طرق تجميع المعلومات. اجي اقول لك والله اعمل لي الماوس ده وخد لي الماوس بتاع شركة مايكروسوفت اللي اسمه موديلو اكس، انا عايزه زيه، فانت كده بقت عندك حاجة اسمها benchmark. برين ستورمنج هنتكلم عليها بالديتيلز كمان شوية. برومبت ليست عبارة عن ريدي ميد ليست ممكن حتى تاخدها من الماركت. تشيك ليست بتاعت الكواليتي بيستخدموها، اللي هي تشيك ليست انت عندك اوريدي ايدنتيفايد بوينتس عايز تشيك، مجموعه اسئله عايز تسالها في الانترفيو، فدي بنسميها تشيك ليست. الانترفيو طبعا بيكون فيس تو فيس ديسكشن مع الاشخاص. ماركت ريسيرش بتعمل سبيشال تايب اوف ريسيرش في الماركت عشان تجمع معلومات. كويشنير اند سيرفيز، كل دي بنكونسيدر ات از ايه، از تكنيك وانت بتجمع المعلومات. وخلي بال حضرتك ريجاردلس التايب اوف ذا انفورميشن اور ذا جاذرينج، بتشوف انت حسب ما يناسب ليك للسيتويشن بتاعك بتسلكت اني تايب اوف ذيس تكنيك اور تول. طيب عشان اعمل داتا اناليسيس، اهو دي مجموعه التولز اور تكنيكس اللي بستخدمها في الداتا اناليسيس. خلي بال حضراتكم واحنا بنتكلم في كل بروسيس لما تقابلنا التول والتكنيك ده هنتكلم عليها في ديتيلز اكتر. الترناتيف اناليسيس، اناليسيس البدائل مثلا، وانا بعمل ريسورس عايز اشوف استخدم اكسكيفيتور او ليبرز ولا واتيفر، بشوف بدائل. اسامبشن اند كونسترين، كوست بينيفيت اناليسيس اشوف الكواليتي. دوكمنت اناليسيس لو عندي اي دوكمنت للمشروع زي الكونتراكت او السبيسيفيكيشن او الاي اف سي ببتدي اعمل له اناليسيس عشان اقدر اطلع منه معلومات واتيفر بقى على سكوب او ريسك. ايرنت فاليو اناليسيس طبعا دي هنتكلم عليها بالتفصيل في الكوست والسكادول. بيرفورمانس ريفيوز، ريزيرف اناليسيس عشان بشوف عندي بالنسبه للانفورسين، دي حاجه اسمها contingency reserve و management reserve هنتكلم عليها in details في الريسك والكوست. root cause analysis دي analysis هنستخدمها في الكواليتي، حاجة بتبتدي بتعمل analysis عشان تعرف root cause for any problem or situation. simulation بتبتدي تقدر تعمل simulation whatever manual، حاجة اسمها what if scenario أو من طريق الكمبيوتر باستخدام المونت كارلو simulation. SWOT analysis ده طبعا analysis مشهور جدا هنستخدمه في الريسك، اللي هو اختصار كلمة ايه، strengths, weakness, opportunity and threats. ده analysis مشهور جدا بيستخدم في الريسك analysis. trend analysis هنعرفه في الكواليتي، اللي هو عبارة عن analysis بناء على الداتا اللي انت بتجمعها، بتطلع information بناء على ده بتبتدي تعرف الداتا دي what is the future trend، الانحراف بتاع الداتا دي هيصبني في ايه في الفيوتشر. انا والله جمعت 50 متر مكعب خرسانة، لو فضلت استمريت بنفس this rate of productivity والله هخلص المشروع كمان سنة ولا سنتين ولا ثلاثة، بنسميه trend analysis. various analysis طبعا بقارن actual versus penal. what ifs analysis زي ال what if situation في simulation، ببتدي اخد situations مختلفة وبقول والله what if الحاجة دي حصلت ايه اللي ممكن يحصل لي في الفيوتشر. كل دي امثلة عن techniques بتستخدم فين، بتستخدم في الداتا اناليسيس. طبعا الداتا ريبريزنتيشن، انا بقى جمعت الداتا دي عايز تبتدي تعمل لها عمليه ريبريزنتيشن زي ايه، افينيتي دايجرام هنتكلم عليها كمان شويه، كوز اند افكت دايجرام هنتكلم عليها في الكواليتي او بتسمى في بعض الاحيان ايشاكاوا او فيش بون دايجرام، كنترول شارت، فلوت شارت، هايرايكال شارتس بتاعت الاورجانيزيشن شارت، هيستوجرام، لوجيكال داتا ميثودز، بروبابيلتي اند امباكت مات، كل ده هنتكلم عليه طبعا ان ديتيلز في وقته. عندنا في حاجه اسمها ديسيجن ميكينج، حد جمعت معلومات طلع لك بانفورميشن، عملت اناليسيس في النهايه عايز تاخد قرار، القرار ده لازم تعمل عليه مجموعه فوتنج واتيفر بقى فوتنج او مالتي كريتيريا ديسيجن اناليسيس، او بتستخدم في البروكيرمنت بتسمى ايه، حد يعرف لما باجي بعمل عايز اقارن بتوين سب مجموعه سب كونتراكتورز مع بعض او بنسميها مالتي كريتيريا ديسيجن، عايز اخد قرار بنسميها ايه، ايه بيد اناليسيس، بنسميها
محدش عارف ايه اللي بيستخدم في البروكيرمنت عشان يقارن السب كونتراكتور وبعض عشان اعرف اخد قرار. evaluation negotiation. لا لا نيجوشيشن تكنيك بعد ما بختار بنسميها فيندور بيد اناليسيس. دي يعني بحط كل السب كونتراكتور مع بعض وفي النهايه بقدر اخد قرار بناء عليه اخد قرار. دي بنسميها فيندور بيد اناليسيس. مجموعه التكنيكس الكوميونيكيشن عشان اعمل كوميونيكيشن مع الستيك هولدرز حاجه اسمها اكتيف ليسننج فيدباك بريزنتيشنز ميتنج مانجمنت كوميونيكيشن ميثودز اند كوميونيكيشن تكنولوجي. في جروب مهم جدا جدا ركز فيه مع بعض حاجه بسميها جروب كرياتيفيتي تكنيك. انا عايز مع التيم بتاعي او مجموعه الستيك هولدرز اعمل اعمل اي كرياتيفيتي جديده اجمع معلومات بطريقه معينه او اعمل كرياتيفيتي في سبجكت معين. اول حاجه بعملها برين ستورمنج. حد سمع كلمه برين ستورمنج قبل كده او يعرف معناها ايه؟ مش عايز ترجمة اللي بالعربي، ترجمتها بالعربي يعني عصف ذهني، بس يعني بتستخدم في ايه؟ ببساطة جروب وبيفكروا مع بعض. بالظبط، بيكون عندي في حد كاتب بيقول توليد افكار او ابداع، كل ده فعلا كلام برين ستورمينج. انا بدعي الناس لسيرتين ميتنج، وطبعا الميتنج ده بتسميها برين ستورمينج، ساعات بتسمى برين ستورمينج سيشن. طبعا البرين ستورمنج دي بيكون محطوط لها سبجكت معين، احنا عارفين هنفكر ايه السبجكت بتاعنا. بنجمع، بيكون طبعا في كوردينيتور واحد او شخص واحد هو اللي بيقعد اللي بيليد الموضوع. بعد ما بعمل البرين ستورمنج ده طبعا ما بقولش لحد، لا اهي يوز تو جينيريت اند كولكت مالتيبل ايدياز ريليتد تو بروجكت اند برودكت ريكويرمنتس، ما بقولش لاي حد لا. بعد كده المرحله بقى بتاعت الفلتره بسميها اهي نومينال جروب تكنيك، اللي هي طريقه بعمل بيها انهانسمنت لمجموعه البرين ستورمنج. واللي حضر فيكم برين ستورمنج سيشنز غالبا دي بتتم حاجه بتوزع ستيك نوتس بالوان مختلفه على كل الحضور، بتتجمع افكار، بعد كده بتبتدي تعمل عمليه فوتنج على كل الافكار اللي اتجمعت دي، وبتبتدي تعمل ديليشن او اجنورنج للافكار اللي ليها اقل فوتنج. انهانس برين ستورمنج وذ ا فوتنج بروسيس يوز تو رانك ذا موست يوزفل ايدياز فور فيردر برين ستورمنج اور فور بريتورايزيشن. طيب خلصت البرين ستورمنج، عملت نومينال جروب تكنيك، فلترت وعملت بريتورايزيشن وسورتنج اوت حسب الفوت اللي انت بتعمله، بتيجي بقى تعمل حاجه اسمها افينيتي دايجرام. حاجة عايز تعمل برزنتيشن للداتا دي بحاجه اسمها افينيتي دايجرام، يعني ايه؟ هتجمع مجموعه الافكار دي اللي زي بعضها او اللي ريليتد لسبجكت او جروب معين هتجمعهم مع بعض، فدي بنسميها ايه؟ افينيتي دايجرام. ودي طريقه بعمل بيها ايه كرياتيفيتي، من احدى طرق الكرياتيفيتي. تكنيك تاني وبيستخدم كتير واعتقد معظمنا بيستخدمه بس مش عارف ان اسمه ديلفاي تكنيك. حد سمع كلمه ديلفاي تكنيك دي قبل كده؟ طيب هسالكم سؤال بطريقه اخرى. حد قبل كده جاله في شغله سيرفي كويتشنير ومش مطلوب حضرتك في اخر السيرفي ده تكتب اسمك ولا ايميلك ولا اي حاجه، جاست الناس عايزه تجمع داتا وخلاص؟ اكيد كلنا بيجي لنا السيرفيز دي، سيرفي بيجي لك من الاتش ار عايز يجمع معلومات او 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 استبيان عن حاجه معينه، صح؟ ده بنسميه بقى ديلفاي تكنيك. الهدف منه بيكون انوميس، يعني حضرتك ولا بتكتب فيه نمره تليفونك ولا ايميلك عشان حضرتك تجمع الداتا without بنسميها الباياس، ان اوردر تو ريديوس الباياس او الانحياز. تخيل كده حضرتك قاعد مع مديرك في اجتماع ومديرك بيسألك بيقول لك والله يا محمد قول لي رأيك فيا. طبعا انت يعني سوري مش هتقدر تقول له رأيك وانت تقف كده وتقول له والله انت كذا كذا، لا انت هتعمل ايه؟ هتقول له والله انت يا رئيس ومش رئيس الكلام اللي عارفينه ده. فان اوردر تو ريديوس البياس بيبعته سيرفي بيكون انوميس، ما بيبقاش واضح مين اللي بيملى الداتا دي، وفي النهايه خالص ده بيكون اسمه ايه؟ ديلفاي تكنيك. الهدف منه تروديوس البياس، والهدف منه انا عايز اعرف المعلومه without any bias or without any انحياز للشخص اللي بيجمع المعلومه او لاني سياسه او راي اخر عن صغر. اخر حاجه عندنا في الكرياتيفيتي بنسميها الايديا اور مايند مابينج. ايدياز كرييتد ثرو انديفيديوال برينستورمينج ان كونسوليديتد انتو ا سنجل ماب تو جينيريت نيو ايدياز. دي انا الحاجات دي انا التكنيك ده انا على المستوى الشخصي بستخدمه، وبقى موجود ابلكيشنز كتير جدا على
على التليفونات بتسهل عمليه المايند مابينج. والله بتقول انا عندي طالع اجازه في الصيف، عايز اروح فين، اروح دبي، هصرف ايه، هاجر عربيه، كل ده بتطلع الورشه اللي موجوده في دماغك عن طريق مايند كلاودز كده، وبتقعد بقى تربط كل كلاود بالثانيه. دي بنسميها ايه؟ مايند مابينج. ودي برضو احدى الطرق الكرياتيفيتي تكنيك. قبل ما نبدا في الجزئيه جديده ونتكلم على كل بروسيس جروب، حد عنده اي سؤال في اللي فات ده كله؟ طيب احنا هنبدا دلوقتي نتكلم از هاي ليفل، خلي بال حضرتك، على كل بروسيس جروب من خمسه وايه اللي بيتم فيها. احنا اتكلمنا على 10 نوليدج اريا از هاي ليفل اللي بيتم فيها. تعالى كده نتكلم على الانيشيشن، ودي هنتكلم عليها في الديتيلز النهارده. معانا النهارده في المحاضره الانيشيشن. الانيشيشن بصفه عامه دي نقطه او شراره الانطلاق للمشروع بتاعك. التو ميجر اوتبوتس اللي بتطلع من الانيشيشن حاجه اسمها تشارتر، وحاجه اسمها الستيك هولدر ريجستر والستيك هولدر مانجمنت استراتيجي. ودي كمان بس بالكتير قوي نص ساعه نتكلم بالديتيلز عن الانيشيشن. يبقى بصفه عامه الانيشيشن اول خطوه حضرتك بتعملها قبل ما المشروع يبدا هي الانيشيشن، هي اللي بتعين فيها مدير المشروع، هي اللي بياخد الاثوريتي بتاعته، وبعديها على طول بيبدا المشروع في مرحله البلاننج. وبتعمل طبعا في مرحله الانيشيشن حاجه اسمها البروجكت شارتر، وهنتكلم فيها بالديتيلز كمان شويه. بعد لما بتخلص الانيشيشن بتبتدي تشتغل، تبتدي تعمل بلاننج للمشروع. البلاننج للمشروع فيه زي ما قلنا 24 بروسيس. الهدف من مرحله البلاننج ان انت تطلع حاجه اسمها ايه، زي ما مكتوب البروجكت مانجمنت بلان. وحضرتك لو بصيت في البروسيس ماب تشارت هتلاقي في كل نوليدج اريا فيها بروسيس اسمها بلان النوليدج اريا دي. هتلاقي بلان سكوب مانجمنت، بلان ستيك هولدر مانجمنت، بلان كوست مانجمنت اند سو اون. هتلاقي في 24 بروسيس الهدف منهم تطلع بلان لكل نوليدج اريا. في نهايه ال 24 بروسيس خالص عشان اوردر تو ديفلوب البروجكت مانجمنت بلان، بتطلع بقى البروجكت مانجمنت بلان اللي هي بتكون جواها التسعة سبسيدري بلانز مع الثلاثة بيزلاينز، عشان في النهاية خالص تطلع البروجكت مانجمنت بلان للمشروع. وبعديها بقى بتعمل الكيك اوف ميتنج، وتاني يوم على طول بتبدأ في مرحلة الاكسكيوشن. طيب الاكسكيوشن بقى خلص، يبقى انا خلصت انيشيشن، خلصت البلاننج، ببتدي عملية الاكسكيوشن. الاكسكيوشن لو تفتكروا لما اتكلمنا على الفرق بين الدبليو بي دي والدبليو بي اي، هي المسؤولة بتطلع ثلاث حاجات ميجور اوتبوتس في الاكسكيوشن. بطلع طبعا الديليفرابلز بتاعتي، وخلاص احنا دلوقتي بقينا عارفين يعني ايه ديليفرابلز. يبقى الاكسكيوشن جماعه التيم اللي بينفذ في السايت بيطلعوا لي ديليفرابلز، بيطلعوا لي تشينج ريكويست اف ريكوايرد، وطبعا بيطلعوا لي ايه، خلاص بقى احنا بقينا فاهمين دلوقتي يعني ايه داتا، بيطلعوا لي ورك بيرفورمانس داتا. وطبعا الماجوريتي اوف ذا ريسورسز اند ذا كوست بتستهلك فين، بتستهلك في مرحله الاكسكيوشن. اخر حاجه خالص والخمسه سوري الرابعه المونيتور اند كنترول، دي المسؤوله عن ايه؟ مسؤوله عن هي اللي بتعمل لي عمليه تراكنج او فاريوس اناليسيس ل ال لكل ال دبليو بي دي اللي بيطلع اي، وبتعمل لي وهي مسؤوله عن ابروفد تشينج ريكويست في بروسيس اسمها البرفورمنج تشينج كنترول. هي اللي بتعمل ابروفال على تشينج ريكويست، وبتعمل تراكنج لكل تشينج ريكويست في المشروع، بتطلع لي الانتجريتد بيرفورمانس ريبورت، وهي اللي بتاكسبت الديليفرابلز او بتعملها فيريفيكيشن قبل ما بتسلمها لمين، قبل ما بتسلمها للكاستمر في قبل ما تعمل عمليه كلوزنج. اخر حاجه خالص الكلوزنج، طبعا هي عباره عن بروسيس واحده زي ما قلنا عليها 12 سؤال. الميجر اوتبوت منها هي دي اللي بتعمل لك فاينل برودكت سيرفيس اور ريزلت، وبتعمل لك بقى طبعا تعمل اركايفنج وكلوزنج ل البروجكت بتاعك، وبتعمل ابديت للاو بي اي. تمام كده از هاي ليفل انفورميشن ايه اللي بتعمل في كل بروسيس جروب من اول الانيشيشن حتى الكلوزنج. تاني عندي انيشيشن هي دي شراره الانطلاق للمشروع، بطلع فيها ايه، بطلع فيها تو ميجر اوتبوتس اللي هم شارتر و ستيك هولدر ريجستر. خلصت الاثنين دول ببدا في البروسيس جروب البلاننج، عباره عن 24 بروسيس الهدف منها احصل على البروجكت مانجمنت بلان و
الخطة المشروع اللي هي بناء عليها جماعة الاكسكيوشن بيشتغلوا الميجر اوت من الاكسكيوشن ايه؟ بطلع ديليفرابلز، بطلع تشينج ريكويست، وطلع ورك بيرفورمانس داتا. المونيتور اند كنترول مسؤول عن تراكنج المشروع بتاعي كله، بقارن اكشوال فيرسس بلان، بدي ابروفال للتشينج ريكويست، وفي النهايه خالص بعمل اكسبتنس للديليفرابلز بتاعتي، وبعديها خالص ببدا في عمليه الكلوزنج وبقفل المشروع بتاعي. وخلي بال حضراتكم كلنا او معظمنا عنده فكر خاطئ ان المشروع you should consider your project closed once you hand over ال product للكاستمر او الكلاينت. ده طبعا فكر خطأ. ده اول مراحل الكلوزنج، تسليم البرودكت للاستشاري او الكاستمر او الكلاينت. بعد كده بقى مفروض انت على الليفل بتاع الاورجانيزيشن بتعمل ايه؟ بتعمل archiving للليسون ليرنز، بتعمل ابديت لل الاو بي اي بتاعتك او الكوبريت نوليدج بيز، بتعمل فايلنج لجميع الملفات بتاعتك، بتعمل ريليز للتيم، وبعد كده خالص بتقفل ايه المشروع بتاعك. كل ده بيتم في مرحله الكلوز. اتمنى بس يكون الحاجات دي كلها واضحه، عشان خلي بال حضرتك كل الحاجات دي بتعتبر البيزكس بتاعه علم اداره المشروعات، وتفضل حضرتك دخلت الامتحان او ما دخلتوش. حد عنده اي سؤال قبل ما نبدا في قصه بقى البيزنس كيس؟ عشان ده موضوع برضه محتاج دماغ فايقه شويه. حد عنده اي سؤال؟ طب انتوا كنتوا سامعيني طيب الفتره اللي فاتت دي كلها؟ اصل مفيش اي كومنتات خالص ما شاء الله. طيب ما شاء الله الناس كلها بتقول تمام ومفهوم. طيب يا ريت بقى حضراتكم، معلش كل شويه بقول لكم ركزوا معايا، عشان والله الكلام يعني مهم ومن اساسيات علم اداره المشروعات في موضوع البروجكت مانجمنت بزنس دوكيومنتس، عشان ده موضوع مهم على المستوى الشخصي برضو. واتيفر حضرتك دخلت الامتحان او ما دخلتوش، تبقى فاهم فروم بزنس برسبكتيف يعني ايه البيزنس دوكيومنتس، ويعني ايه البيزنس كيس اند سو اون. قبل بس ما نشرح السلايدز، انا هشرح لحضراتكم القصه دي من خلال اكزامبل بسيط جدا. وخلي بال حضراتكم موضوع البيزنس كيس والبيزنس دوكيومنتس ده كان من الحاجات اللي نقط ضعف البيم بوك بصفه عامه، عشان البيم بوك او البي ام اي بصفه عامه لغايه اخر اصدار اللي هو بيم بوك 5 ما كانوش بيتطرقوا ان ديتيلز الموضوع البيزنس كيس والبينفيت مانجمنت بلان ده ات اول. على العكس تماما الجانب البريطاني كان بيركز جدا على اهميه ان هو كان حاطط موضوع البيزنس كيس ده على في نصاب عينه، ودايما البروجكت مانجر لازم ياخد باله منه. والحمد لله البي ام اي تلافت هذه الملحوظة في الإصدار السادس، ويعني الحمد لحد ما زي ما تقول كده لمست في موضوع البيزنس كيس. فهارب بس إيه نركز مع بعض أو عشان بدأ يجي عليه تقريبا من 3-4 أسئلة في الامتحان. أشرح لكم القصة بتاعت البيزنس كيس في 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 سيناريو أو حدوتة بسيطة. تخيلوا كده حضراتكم، إحنا كلنا دلوقتي فاكرين الإكزامبل بتاع الماوس، قلنا كنا قاعدين شركة مع بعض وحددنا إن إحنا نعمل ماوس أون سون. هشرح لكم اكزامبل تاني بس خليه اوسع واكبر شويه. تخيلوا كده حضراتكم، احنا دلوقتي في الازمه اللي احنا فيها دي، كورونا وما كورونا والكلام ده كله، احنا اعضاء من وزاره الصحه الام اتش مينستري اوف هيلث، قاعدين كلنا مع بعض، وزير الصحه قاعد ورؤساء مجالس الاداره انسون قاعدين كلنا مع بعض، وقلنا والله ان في منطقه ما في شمال الرياض او في جنوب الرياض او واتيفر في صعيد مصر او 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 شرق مصر ولا واتيفر، والله المنطقه دي التعداد السكاني، ركزوا معايا بس القصه هتكون طويله شويه بس عشان نفهم ايه الهدف من قصه البيزنس كيس. قلنا والله ان التعداد السكاني في المنطقه دي بدا يزيد جدا، زي مثلا التجمع الخامس او العاصمه الاداريه او وات ايفر، حسينا ان المنطقه دي يا شباب بدا التعداد السكاني او الاعمار يزيد فيها. خلي بالك دلوقتي احنا كوزاره صحه احنا يعتبر كلاينت او الكاستمر. قعدنا قلنا مع بعض، جابوا لي تقرير انا كوزير الصحه ان في منطقه ما التعداد السكاني بتاع المنطقه دي بدا يزيد. فانا قلت رفعوا لي الريد فلاج، بدات المنطقه دي تكون في اشد الاحتياج لي والله مستشفيات او مستوصفات او سؤن. وغالبا المستشفيات اللي اشتغل المستشفيات قبل كده بتقاس بالنمبر اوف سراير، نمبر اوف بيدروم، يقول لك والله مستشفى 200 سرير 300 سرير. قلت انا لجماعه البيزنس ديفلوبمنت ديبارتمنت اللي عندي، والله يا جماعه ابتقوا اعملوا لي، ركز معايا، فيزابيليتي ستادي
دراسة جدوى هل it is worth يبتدي نطرح مجموعة مستشفيات لهذه المنطقة ولا لا؟ تمام؟ يبقى أنا هو from client or customer perspective لما جمعت التعداد السكاني بتوع الإحصاء، خلي بالكم لسه المشروع أو البروجيكت لايف سايكل ما بدأتش، كل ده قبل الباوندري اوف ذا بروجيكت لايف سايكل. جم يقولوا لي التعداد السكاني يا فندم الحق، المنطقه دي التعداد السكاني فيها عمال يزيد وبدات الامراض تنتشر، جت لنا طلبات من امناء الرئيس الحي انصون، بداوا محتاجين مستشفى مثلا 200 سرير او 300 سرير. جينا انا قلنا جماعه البيزنس ديفلوبمنت انزلوا شوفوا لي هل فعلا it is worth it is value for money يبتدي نطرح مجموعة مستشفيات قريب ولا لا. جماعة البيزنس ديفلوبمنت نزلوا، على فكرة يعني مثلا الشركة انا شغال فيها عندها قسم اسمه بيزنس ديفلوبمنت، بقى نزلوا عملوا دراسة جدوى، عملوا بيزنس كيس اند سو اون، بقى محتواها ايه هي الامكانية او ايه هي دراسة الجدوى او ايه هي الاهمية من بناء المستشفيات في الوقت ده. وفي النهايه خالص بيحطوا لك ريكومنديشن، وفي النهايه انت بقى كصاحب شق انت اللي بتعمل القرار. قوم قالوا فعلا يا فندم المنطقه محتاجه مستشفى خلال، نبتدي نطرح مستشفيات خلال 3 4 شهور. لا يا فندم لسه التعداد السكاني مش مظبوط، هنبتدي ناجل الموضوع ده لسنه قدام ان سو اون. في النهايه خالص عمل اللي عملوه ده اسمه ايه؟ اسمه بيزنس كيس. الفاينل ريكومنديشن في البيزنس كيس ده جه قال لك اه خلاص ات از ذا تايم تو نطرح ننزل في التندر والله 10 مستشفيات وكل مستشفى 200 سرير. تمام؟ وبيحطوا في النهايه في نهايه البيزنس كيس ذير بينيفيت فروم ذيس بروجكت. تمام؟ خلي بال حضرتك مش شرط كل المشاريع يكون البينيفيت بتاعها بروفيت. عشان كده قلت لك اكزامبل وزاره الصحه. هل عايز تقنعني ان وزاره الصحه طرح المشاريع دي بهدف ربحي؟ اكيد لا. كل واحد from his perspective هيكون عنده his own benefit. وزارة الصحة الهدف منها، هدف المشاريع اللي هتطرحها دي ايه؟ والله هدف المشاريع اجتماعي، عدم زيادة الامراض and so on. يبقى هم عملوا their business case وحطوا ال benefit management plan وحطوا ال benefits بتاعتهم from their perspective وحطوا recommendation في نهاية ال business case وال visibility study. This is the time to tender these hospitals. هنطرح دلوقتي 5 مستشفيات، والله بعد سنة كمان هنطرح 5 كمان، هيحطوا benefit management plan للمشاريع دي أو مجموعة المشاريع دي in order to perform a change. لغاية كده واضحة يا شباب؟ طيب ده from client or customer perspective. جم لما طرحوا المشاريع للماركت، احنا بقى في 5 شركات من contractors موجودين، شركة X, Y and Z. كل شركه من الاكس اند واي اد زد لما شافت الاعلان في الجورنال ان في مشاريع مستشفيات اتطرحت ولسه قبل ما تفكر تقدم فيها، كل شركه عملت its own business case in order to decide it is worth to submit or to اصلا enter the tender for this hospital or no. شركه اكس عملت البيزنس كيس بتاعتها، قالت لك لا والله انا المشاريع دي اوت اوف ماي كابابيلتي، اي ويل نوت اصلا انتر ذا تند. يبقى خلاص الريكومنديشن في البيزنس كيس اوت اوف اور كابابيلتي، خلاص اكس، يبقى الاكس دي مش هتقدم اصلا. واي قالت لك ايه؟ واي قالت لك والله انا عندي اوريدي في حاله ركود في العمال والموظفين، انا اي ويل فايت تو تيك ذيس بروجكت ايفن لو مش هكسب. يبقى البينيفيت لشركه واي انها تاخد المشاريع دي، ايه هدفها؟ ايه ان هي اصلا بس نزل السعر وعشان العجله عندها تكون ماشيه. شركه زد قالت لك ايه؟ قالت لك ده احنا سمعنا جالنا خبر ان وزاره الصحه الفتره الجايه هيكون عندها مشاريع ضخمه جدا، انا هدفي من المشروع ده او من المحاره دي اخدها بس يا دوب تكيت معايا عشان هدفي النكست فيز اور السكند فيز من الايه من المراحل دي، واكون جود كاستمر جود كلاينت ولا جود سبلاير للمستشفى دي. واخدين بال حضراتكم؟ فكل شركه، وفي شركه زد والاتش او شركه واي ولا وات ايفر، عملت بقى اتس اون بزنس كيس وقالت لك والله لا والله انا هخش في المشروع ده لازم اكسب فيه 25%، لو المكسب بتاعي اقل من 25% مش هنزل على الاسعار بتاعتي.
فالمهم كل شركة من الشركات دي عملت ايه؟ عملت its own business case عشان تحدد their benefits from entering this tender. As a conclusion, كل واحد from his perspective بقى عنده his own business case وبقى عنده his own benefit management plan. خلي بال حضرتك القصة البيزنس كيس والبينيفيت مانجمنت بلان بوث بيتموا قبل اصلا البروجكت لايف سايكل ما يبدا، واصلا مدير المشروع اتس نوت هي از نوت انفولفد ات اول ان ذيس بروسيس. طبعا دي بتتم بالسبونسر والتوب توب مانجمنت. ممكن البروجكت مانجر هي كان بي انفولفد از ادفايزر لو هو اصلا كان موجود في الهيد اوفيس، تعالى كده بس شاركنا بخبرتك في مشاريع الهاي رايز بيلدينج دي اور سون، لكن هو هي از نوت ريسبونسبل ات اول فور ديفلوبينج فور ذا بزنس كيس. ما هو بقى مسؤول عن ايه؟ سؤال جميل. هو مسؤول عن ايه؟ مسؤول بقى تو مينتين البيزنس كيس ديورينج ذا توتال بروجكت لايف سايكل. هو مفروض لو مدير مشروع شاطر وواعي اول ما بيستلم المشروع بيجي يسال يا جماعه الخير what is the business case or the business documents for this project. حط في دماغ حضرتك مش كل المشاريع الهدف منها profit. انا بعيدها تاني، not all the projects its benefit is profit. في مشاريع كتير بيكون هدف منها حاجات كتير جدا، والبنفيت ده بيختلف from two different perspectives، from customer or client perspective أو من contractor perspective أو subcontractor أو supplier or so on. يبقى أنت كمدير مشروع دورك في قصة business case لو أنت أصلا كنت involved وكنت موجود during the initiation of the business case only as advisor، لكن accountability بتاعت business case كلها بتكون للsponsor أو top management في الشركة. والتو components بتوع business case، بتوع business case والbenefit management plan الاتنين بنسميهم project business documents، اللي هما مفروض حضرتك اول ما بتتعين او تكون مسؤول عن المشروع بتسأل يا جماعة الخير where is the business case where and where is the benefit management plan. اتمنى يكون الشرح المفصل البيزنس كيس والبينيفيت مانجمنت بلان ده يكون واضح جدا. يبقى البروجكت بيزنس دوكومنت بتتكون من بيزنس كيس وبينيفيت مانجمنت بلان. البيزنس كيس بقى اهي، تعالى بقى نشوف كده الكلام النظري. بيزنس كيس بتجاوب على اسئله ايه؟ انسر كويشنز لايك واي ار وي دوينج ذيس بروجكت، وات ار ذا بيزنس ريزونز، وات ار ذا بينيفيت فور ذا اورجانيزيشن. زي ما اتفقنا البينيفيت مش شرط تكون بروفيت. ادي طبعا a business case may include but is not limited to documenting the following. طبعا البيزنس كيس تحتوي بقى، لازم تحتوي على ايه؟ تحتوي نمبر 1 على البيزنس نيدز، دي انا بعمل البيزنس ده، analysis of the situation، بعمل analysis the situation بتاع as an organization، هل انا عندي فيه اهو شوف جاب analysis of capabilities needed for the project versus existing capability of the organization. Both sides بيعملوا الكلام ده كله. أنا كسب كونتراكتور بشوف أنا هل عندي الكابابيليتي دي أن أنا أخش المشروع ده ولا لا. The non-risk, the critical success factors كله لازم يكون متحدد فين، يكون متحدد في البيزنس كيس بتاعتي. في النهاية خالص أو business case may include زي ما قلنا but is not limited to document the following. Recommendation، أنا اللي بيعمل business case بيقول recommendation، وفي النهاية خالص بيعمل evaluation، وفي النهاية خالص القرار بيكون مين؟ لصاحب القرار. وبيكون في مرفق بعملية البيزنس كيس حاجة اسمها البينيفيت مانجمنت بلان. البينيفيت مانجمنت بلان دي أهمتها ايه؟ انت حطيت بيزنس كيس كلام نظري وكلام جميل وكلام منمق زي الفل، بترفق معاه another separate documents حاجة اسمها بينيفيت مانجمنت بلان. طيب انا هعمل ايه as an organization عشان احقق البينيفيتس دي؟ طب البينيفيت دي ساعات في مشاريع كتير جدا بيكون متاخده عشان بيكون ليها ادفانس بيمنت 25%. والله انا داخل المشروع ده بمليار ريال عشان في العقود بتاعته فيها ادفانس بيمنت 25%، يعني بتتكلم في 250 مليون، وانا كشركه ما عنديش سيوله دلوقتي، فانا عايز ال 250 مليون دول عشان يمشوا لي حركه الشركه ويضخوا فلوس في بقيه المشاريع. فانا البينيفيت بتاعي للمشروع ده انا اخد بس الايه؟ اخد بس الادفانس بايمنت، ولازم ولو دخل لي الادفانس بايمنت ده بعد شهرين خلاص يبقى ملوش لازمه، انا اكون اعلنت افلاسي. فلازم حضرتك بتحط في البينيفيت مانجمنت بلان حاجه مهمه جدا بنسميها ايه؟ تايم فريم فور رياليزنج ذيس بينيفيت.
عشان البينيفيت لو جت بعد ميعادها ما خلاص ما فرحتي هتعمل لي ايه؟ ما انا خلاص اعلنت افلاسي والفاس وقعت في الراس. فحضرتك بقى البينيفيت مانجمنت بلان بتحط فيها ايه؟ بتحط فيها التارجت بينيفيتس، بتحط البينيفيتس دي هاو ات ويل بي الايند وذ يور استراتيجيك اوبجكتيفز، بتحط تايم فريم فور رياليزنج ذيس بينيفيت، بتحط طبعا البينيفيت اونر، بتحط الميتريكس بتاعتك هاو تو ميجر ذات يو رياليز ذيس بينيفيت، بتحط طبعا مجموعه الاسامبشنز والريسك اللي عندك. تمام كده يا شباب؟ يبقى انا عندي قبل ما المشروع بيبدا لازم اعمل بزنس بروجكت بزنس دوكيومنتس بتتكون من حاجتين، بتتكون بزنس كيس يكون محطوط فيها كل المين كومبوننتس اللي قلنا عليها زي البيزنس نيد وايفالويشن للسيتويشن ومجموعه الاسامبشنز والفاينل ديزيشن، ويكون عندي فيه البروجكت بينيفيت مانجمنت بلان اللي هي بتكون محطوط فيها التارجت بينيفيت والاستراتيجيك الاينمنتس وكومبوننت مهم جدا التايم فريم تو realizing this benefit with benefit owner with metric assumption with risk. كده يا ريت يكون موضوع البيزنس كيس بصفه عامه مفهوم لحضراتكم، عشان ده موضوع مهم جدا حتى انت على المستوى الشخصي تكون فاهم from business perspective يعني ايه بيزنس كيس، وان مش كل المشاريع الهدف منها ربح. لما ننقل بس لاخر جزئيه في النقطه دي، الدنيا واضحه يا شباب؟ تمام. اخر حاجه بقى في الجزئيه دي برضو يعني بنشرحها عشان نخلي الصوره كامله، حد عارف الفرق بين كلمه output و outcome و benefit؟ حد عارف الفرق بين الثلاث كلمات دول؟ حد يقدر يستنتج الفرق بين الثلاث كلمات دول output و outcome و benefit؟ يا شباب مفيش حد يقدر يجاوب؟ تاني الاوتبوت اللي الاوتبوت اللي هي الحاجات اللي ممكن تطلع من الشغل عندي او كده، والاوتكم اللي هو الحاجات الفلوس او الريسورسز اللي ممكن تخش لي او المعلومات اللي ممكن تخش لي. يعني حضرتك جاوبتي صح بالنسبه للاوتبوت، لكن لسه الاوتكم والبنفيت مش الاجابه دقيقه قوي، بس يعني محاوله كويسه. حد تاني؟ اتفضل يا باشمهندس. ها حد عارف عشان بس اقول لكم الاجابه ونعدي النقطه دي؟ طيب انا هشرح لكم. ها بتهيالي الاوتكم الاوتكم بتاع البروجكت نفسه، والاوتبوت الاوتبوت بتاع كل بروسيس في البروجكت. لا انا بحكي الفرق بين از هاي ليفل. خلاص البروجكت خلص كله، يعني دلوقتي خلصت البروجكت بالكامل وبقى عندي 3 اكسبريشنز، بقى عندي اوتبوت وعندي اوتكم وعندي بينيفيت. ايه الفرق بين الثلاثه بقى؟ طيب عشان نخلي الموضوع كلير اكتر لحضراتكم، انا هشرح لكم القصه دي باكزامبل بسيط جدا. تخيلوا حضراتكم دلوقتي احنا شغالين في شركه، واحنا اصحاب شركه اكتشفنا ان في احنا جهه مثلا خدميه بنعمل خدمات للمستخدمين، بيجوا عندنا خلصوا ورق مثلا زي ما تكون مكتب بريد انصوهم، ولقينا احنا مدير مصلحة البريد ده لقى عنده في زحمة غير طبيعية دايما في المصلحة عنده، وان ذا سيم تايم لقى الموظفين بتوعه بيتأخروا عن الحضور او بيجوا ساعة ويجيبوا ساعتين انصهم. ليه؟ عشان اكتشف ان عنده نظام حضور وانصراف مبني على الامضاء،
الناس كانت بتمضي، فالناس بقى بتمضي لبعض انصون. فانا اكتشفت عندي ايه، اكتشفت عندي في مشكله ما بروبلم في الاورجانيزيشن اللي عندي، وقررت فروم داي 1 احط بينيفيت معين. انا عايز ايه البينيفيت بتاعي من المشروع ده؟ البينيفيت بتاعي انا عايز اقلل ريديوس النمبر اوف اتندنس في المصلحه اللي عندي، مصلحه البريد. بدل ما دايما في زحمه انا عايز اخلي الدنيا ما فيش زحمه خالص، والعدد ده يقل مثلا بنسبه 50%. يبقى ده البينيفيت من التغيير اللي عايز اعمله. وعشان اعمل التغيير ده قلت والله انا اي نيد تو تشينج ذا اتندنس سيستم فروم مانوال سايننج، ان انا ابدا احط ايه نظام حضور وانصراف اور فول اوتوميتد اتندنس سيستم باي ليتس سي فيس ديتكتور مثلا. ما عندنا معظم الشركات دلوقتي عاملاه. يبقى انا عندي ايه، عندي في بينيفيت معين عايز اقلل الترافيك في المصلحه اللي عندي باي 50% في اول سنه وباي 60% في ثاني سنه. بناء عليه قررت اعمل بروجكت اوتوميتد اتندنس سيستم. تمام. طيب جبت شركه وعينت كوردينيتور ولا واتيفر، والمشروع بتاع الاوتوميتد اتندنس سيستم ركب، الشركه ركبته والبصمه اتحطت والاسلاك اللي اتحطت في الكيبل تريز ان سو اون. يبقى كده الاوتبوت بتاعي اللي هو الاوتبوت فروم ذا بروجكت دون، اللي هو كان عباره عن ايه عندي في الاكزامبل ده، السيستم. يبقى السيستم انستولد. تمام. يبقى هو ده الاوتبوت بتاعه. حلو قوي. طيب السيستم ده خلي بالك، انا بقول لك الصوت بيقطع. طيب بعد الشركه ركبت الصوت قطع. طب الصوت كده تمام يا شباب؟ صوت كده تمام؟ تمام. يبقى احنا وصلنا لغاية ان الشركة، صوت كده واضح يا شباب؟ يبقى احنا وصلنا لغاية ان الشركة اللي انا جايبها عشان تنفذ الـ automated system ركبته. يبقى السيستم ركب واوبريتد وانستول، ده هو ايه، ده هو الاوتبوت بتاعي. يبقى اوتبوت اللي هو اول حاجه عندي ان السيستم انستول. طيب هل السيستم ده يعني تاني يوم على طول الناس هتبدا تستخدمه؟ لا. انا كاورجانيزيشن او شغال بقى بطريقه بروفيشنال بقول والله في حاجه اسمها ترانزيشن بيريود من المانيوال للاوتوميتد سيستم، اللي بناء عليها عايز اتاكد ان السيستم ده اشتغل ومفيش اعطال اون سو اون. فهقول والله ان في 2 داي 2 ويكس ترانزيشن بيريود ان اوردر تو ريتش تو اور تو انكريز الكابابيلتي بتاعه الاورجانيزيشن بتاعتي. تمام. طيب هدي لهم 2 ويكس، وبعد كده خالص بعد ال 2 ويكس دول هقول والله كل الاتندنس شود بي ريكوردد ثرو ذا اوتوميتد انستول سيستم. حلو قوي. طيب هبدا بعد كده خلال بقى الثلاث اسابيع الجايين هبتدي اشوف الاوتكم اللي هيحصل. ايه هو بقى الاوتكم؟
الاوتكم فعلا ان الناس بدات تلتزم في الحضور والانصراف. يبقى الاوتكم ايه؟ الاوتكم ان الناس all the people or all the workers or all the employees start to come in the time in their time. حلو. طيب هل معنى ان الاوتكم ده اتحقق ان الناس بدات تيجي في مواعيدها ونسبه الغياب بقت زيرو، هل ده معناه ان البينفيت هتتحقق؟ الناس بدات تحضر وتيجي الساعه 8 وتمشي الساعه 5 ومفيش ناس بتكت ولا اي حاجه، هل ده معناه ان البينفيت هيتحقق؟ ايه هو البينفيت بتاع اللي كنت حاطه فروم دي 1؟ ان انا اول سنه او اول 6 شهور ان الزحمه تخف في المصلحه باي 50%، وعند نهايه السنه الاولانيه ان الزحمه تبقى 60%. فانت مش شرط ان الاوتكم يتحقق ان البينفيت يتحقق. عشان كده حضرتك يو كانوت ميجر ذا بينفيت انليس حسب التايم فريم اللي انت حاططها في البينفيت مانجمنت بلان. واضح؟ يبقى بقى فهمت يعني ايه اوتبوت اللي هو السيستم نفسه الانستولد، الاوتكم ان خلاص الناس بقت بتحضر في مواعيدها، البينفيت بتاعي ان انا كنت عايز اريديوس الزحمه او الترافيك او الكراودنج عندي في المصلحه باي 50 او 60%. ممكن الاوتكم يتحقق لكن والله البينفيت الزحمه ما تقلش بنسبه 50%، والله هتقل بنسبه 20% بس. ليه؟ عشان في ناس بتيجي بتفضل قاعده بقى على الواتساب، انت مش شرط ان انت جيت وقاعد في كرسيك بتشتغل، ببتدي اشوف اي مصدر لمشكله تاني او بشوف بروجكت تاني بحيث تو انهانس اكتر البينفيت. ده كده خلي بالكم الكلام ده شويه ملوش دخل بالبي ام بي قوي، بس يعني عشان حتى تبقى فاهم الصوره كامله، لما يتقال قدامك كلمه اوتبوت، لما يتقال قدامك كلمه اوتكم، لما يتقال قدامك كلمه بينفيت، ايه الفرق بين الثلاثه وايه وامتى دي بتحصل وامتى دي بتحصل وامتى دي بتظهر وايه الفرق بين. خلي بال حضرتك البينفيتس دي بتتجمع كلها والاستراتيجيك مانجمنت والتوب مانجمنت بيتابعوها، عشان في النهايه كل البينفيتس اللي بتتحقق دي المفروض تسمع فين؟ المفروض تسمع في حاجه اسمها الاستراتيجيك اوبجكتيفز بتاعه الشركه ككل. يبقى انا حققت بينفيت 1 بينفيت 2 بينفيت 3، طبعا الحاجات دي بتتقاس مثلا افري كوارتر افري تو كوارتر اور اند سو اون. فاتمنى بس الجزئيه دي تكون واضحه للجميع، وغير بس اتاكدوا لي ان الموضوع واضح قوي الفرق بين الاوتبوت والاوتكم والبينفيت قبل بس ما نبدا بقى في البروسيس جروب انيشيشن. حد عنده اي سؤال او موضوع واضح الفرق بين الثلاثه؟ تمام. تعالوا بقى حضراتكم ناخد اخر جزئيه معانا النهارده اللي احنا هنتكلم بالتفصيل. احنا هنمشي في المنهج باي ذا واي، هنبدا النهارده في الانيشيشن، هنخلص البروسيس جروب دي كلها كامله بالبروسيس بتاعتها التو بروسيس سهلين جدا اللي بيجي عليهم زي ما قلنا 23 سؤال في الامتحان يعني 13%، ونبدا من المحاضره الجايه ان شاء الله هنشتغل بقى المنهج باي سكوب وايز. في مهندس مروان عايز يسال، اتفضل يا باشمهندس. ايوه معلش انا كنت عايز اسال بس، هل في ترتيب للبينفيتس الاول بعد كده الاول اوتبوت وبعد كده الاوت كام، ولا الترتيب مش يعني تحديدهم مش مربوط بترتيب معين؟ يعني لازم احدد البينفيتس الاول بعد كده الاوتبوت بعد كده الاوت كام ولا طبعا طبعا يا باشمهندس يعني سؤال جميل. احنا في الاول قبل ما نبدا او قبل ما نبلش في اي حاجه خالص بنبدا نحدد البينفيت بتاعتنا، وبناء عليها بنعمل البيزنس كيس. تمام. بعد كده ببدا اشتغل واعمل بروجكتس، والبروجكت تطلع لي اوتبوتس، والاوتبوتس بناء عليها الاوتكم هيبدا يحدث. وبعد ما الاوتكم يبدا يحدث ببتدي انا اشوف كمانجمنت البينفيتس بتاعتي بدات تتحقق ولا ما تتحققش. بس يعني ده سيكونس ثابت للكيس دي مثلا، ان هو البينفيتس بحدد البينفيتس الاول وبعد كده الاوتبوت وبعد كده الاوتكم. بالظبط. طبعا سايكل بالظبط. تمام ماشي يا شكرا. اي سؤال تاني يا شباب قبل ما نكمل؟ اتفضلوا. تمام. يبقى احنا دلوقتي هناخد الانيشيشن بالتو بروسيس بتوعها اللي هو بيجي عليهم 23 سؤال في الامتحان، وبعد كده بدءا من المحاضره الجايه هناخد السكوب، هنعمل جامب الانتجريشن اشرحه في الاخر، ونبتدي بقى نشتغل نولج اريا باي نولج اريا، هناخد السكوب وبعديها الكواليتي السكادول والكوست، ونمشي بقى في المنهج نولج اريا باي نولج اريا. ثانية واحدة بس أشرب.
اول بروسيس جروب عندنا اللي هي الانيشيشن اللي يكون فيها تو بروسيس. اول بروسيس بعملها اللي هي حاجه اسمها ديفلوب بروجكت شارتر، بطلع حاجه اسمها بروجكت شارتر. It is the process of developing a document that formally authorizes the existence of a project and provides حط تحت خط the project manager with the authority to apply organizational resource to project objective. الهدف من قصه التشارتر دي، وخلي بال حضرتك التشارتر دي اتعملت بعد ما انت كorganization مضيت الكونتراكت مع الكلاينت والكاستمر، والتشارتر دي بتكون within your organization. بعد لما مضيت العقد بتبتدي انت كorganization عايز تعمل announcement للمشروع وعايز تعين مدير المشروع عشان تكتب اسمه في التشارتر وتبتدي تديله الاثوريتي اللي هو بعديها يبدا بقى تو كونتاكت الاتش ار، يكونتاكت الفاينانس عشان الفاندنج اند سو اون. ايه بقى مكونات التشارتر؟ ات شود بي برود بات سفيشنتلي ديتيلد، يعني بتكون حضرتك حاطط فيها هاي ليفل انفورميشن اباوت ذا بروجكت. كان بي كونسيدرد از ا بروجكت كيك اوف دوكيمنت. بروجكت مانجر شود بي اسايند از ايرلي از بوسيبل بريفيربلي وين الشارتر از ديفايند اور بريور تو بلاننج. وطبعا دي الكونتنت بتاعه البروجكت شارتر، البيزنس نيد طبعا بيكون جايه من البيزنس كيس، هاي ليفل ريكويرمنت للبروجكت، سامري مايلستون، سامري بادجت، هاي ليفل ريسك وبروجكت مانجمنت اساين. خلي بال حضرتك ممكن تكون حاطط سامري مايلستونز او ممكن ما تكونش حاطط، بس اهم كومبوننت في التشارتر ان حضرتك تكون حاطط اسم مدير المشروع والاثوريتي بتاعته. ادي بص حضراتكم اهو، ادي دي بروسيس صح، احنا ديفلوب بروجكت شارتر اول بروسيس بتعمل في المشروع. ادي مجموعه الاي تي تي اوز اهي، ادي الانبوت التولز والتكنيكس، اوتبوت الانبوت زي ايه؟ البيزنس دوكيومنتس ظهرت هنا اهي، جايه لك منين؟ جايه لك بقى انت بروجكت مانجر بتاخدها من البيزنس ديفلوبمنت تيم. داخل لك الاجريمنت، العقد اللي انت ماضيه مع مين؟ مع الكلاينت او الكاستمر. شايف بقى داخل لك ايه؟ ادي هم الحاجتين اللي كنا شرحناهم من المره اللي فاتت، الاي اي اف والاو بي اي از انبوت. مجموعه التولز والتكنيكس، اكسبرت جادجمنت طبعا لازم اللي يقوم بالبروسيس دي حد اكسبرت. مجموعه داتا جاذرنج اللي اتكلمنا عليها، برين ستورمنج وفوكس جروب وانترفيوز. مجموعه انتر بيرسونال اند تيم سكيلز، ومجموعه ميتنجز بتتعمل. والاوتبوت بيكون ايه؟ بروجكت شارتر واسامشن لوج. وخلي بال حضرتك البروسيس الوحيده اللي بيقوم بيها السبونسر هي البروسيس دي، ان البروسيس دي بتتعمل بالسبونسر وبتحط فيها اسم مدير المشروع واللي بيساعده في عمايلها البروجكت مانجر. طبعا one of the inputs ده الاجريمنت اللي انت ماضيه، any documents or communication that defines the initial intentions of the project whatever بقى جاي لك انت بي او، جاي لك كونتراكت، جاي لك ال او اي، جاي لك whatever، فده بيعديك انت ايه ساين ان انت تبتدي تعمل التشارتر. الاوتبوت بتاعك التشارتر بيكون محطوط فيه summary milestone، summary budget، initial stakeholder list بيكون مثلا حاطط الريبريزنتيف من وزاره الصحه، الريبريزنتيف من وزاره الداخليه ولا whatever، project approval requirements، واهم كومبوننت اللي هو ايه الاساينمنت اوف ذا بروجكت مانجر. خلي بال حضرتك من غير الراجل ده اسمه ما تحطش في التشارتر، التشارتر ملهاش لازمه. من اهم الفانكشنز او الاوبشنز او البيربز اوف ذا تشارتر اللي هي بتدي الاثوريتي، اتس جيف ذا اثوريتي تو هوم، تو ذا بروجكت مانجر، اللي هو بعديها بيبدا ياخد بقى يروح للفاينانس يقول لهم والله انا عايز الفاندنج او التمويل بتاعي، بيروح للهيومن ريسورس بيقول لهم والله انا ابتدي عايز اعين عايز اعين الستاف بتاع ان سو اون. اوكي ده الهدف من قصه ايه؟ من قصه التشارتر. خلصت التشارتر، وخلي بال حضراتكم البديل اللي بتعمل في التشارتر عندنا في الشركات او الاورجنايزيشن دلوقتي طبعا الديبند على الكومبلكس بتاعت المشاريع، ساعات الناس بتكتفي بايه؟ اناونسمنت ايميل بيتبعت من السي او او السي او او، بتتبعت لي الكي فانكشنال مانجر في الشركه، يا جماعه كان دي بي انفورمد ذات كونجراتوليشنز وي اوريدي اوردد بروجكت الفلاني وي اساين X or Y or Z, he is the project manager. Please support him in order to
to whatever بقى make the project success or whatever, or give him the required support as much as you can. فده بنسميه برضو internal project charter. واحد سأل سؤال, آه البروجكت الشارتر البروجكت مانجر بيساعد في creation of the charter, لكن مش هو accountable, السponsor هو accountable بتاع البروجكت charter. خلصنا التشارتر, بنجري بقى والبروجكت مانجر بيبدا يشتغل, بيعمل حاجه اسمها ايدنتيفاي الستيك هولدر. وطبعا قلنا الستيك هولدر يعني ايه, قلناها المره اللي فاتت, اني انديفيديوال جروب اور اورجانيزيشن هو مي افكت اور بي افكتد باي ماي ديزيشن اكتيفيتي اور اوتكم اوف ذا بروجكت, وطبعا ايذر بوزيتيفلي اور نيجاتيفلي. طبعا حضرتك بتاخد التشارتر دي وتبتدي تعرف الستيك هولدر بتوعك في المشروع. خلي بال حضرتك علاقتك بالستيك هولدر يعتبروا one of the key factors that it can make your project success. انت لو مدير مشروع ناجح جدا وعلاقتك وحشة جدا at least the key stakeholders, ممكن في النهاية خالص المشروع يفشل منك وما تقدرش تكنترول عليه. فلازم اول خطوة في قصة الستيك هولدر اللي انت تعرف to identify who is my stakeholders in the project. ادي مجموعة الـ ITTOs بتاعتي, طبعا داخل لي الـ project charter, داخل لي البيزنس دوكيومنتس, داخل لي البروجكت مانجمنت بلان وات ايفر افيلبل انفورميشن عند الوقت ده, داخل لي البروجكت دوكيومنتس طبعا التشينج لوج والايشو لوج اند سو اون, داخل لي الاجريمنت, وداخل لي طبعا اهم تاني الاي اي اف والاو بي اي, طبعا مجموعه التولز والتكنيكس, اكسبرت جادجمنت او ساعات بنسميها سبجكت ماتر اكسبرت او الاكسبرتيز, داتا جاذرنج تتم تجمع معلومات على الستيك هولدر, فتحط ايميله ونمره تليفونه, ايه هي هنشوف حاجه اسمها دلوقتي ستيك هولدر analysis, هتبتدي تعمل analysis ليه؟ ما انت عايز اكيد معاملتك انت كمدير مشروع هتختلف مع كل group of stakeholders, هتبتدي تعملهم analysis from day one عشان تبقى انت عارف مين مع ايه ومين مش مع ايه. data representation هنشوفها مع بعض, والmeetings بتطلع ايه؟ اهم output عندي بتطلعه حاجة اسمها, ناخد بالنا من الكلام ده, stakeholder register. stakeholder register معناها, او كلمة register معناها, تخيل كده excel sheet او log بتحط فيه اسامي الستيك هولدرز, الايميل بتاعه, الكونتاكت نمبر, هيز ديزيجنيشن, هيز اوثوريتي اند سو اون. فده اهم اوتبوت عندي اللي اسمه ايه, ستيك هولدر ريجستر, طبعا ومجموعه بقى تشينج ريكويست اند سو اون. تعالى كده بقى, وان اوف ذا امبورتنت تولز اند تكنيكس بنسميها ايه, ستيك هولدر اناليسيس. بتبتدي بقى حضرتك كل الاسامي اللي انت جمعتها دي بتبتدي تعمل لها اناليسيس. وخلي بال حضرتك, هل الايدنتيفيكيشن اوف ستيك هولدر ده بتعمل اول المشروع وخلاص, يعني بطلع الستيك هولدر ريجستر بعد التشارتر وبحطه في الدرج وخلاص, ولا المفروض تعمل له ايه؟ ها مفروض ابديت بالظبط, مفروض يعني بيظهر كل شويه, بيظهر ستيك هولدرز جداد بالظبط, مفروض كل فتره ما بكون كل اسبوعين ثلاثه شهر نعمل له ابديت, واحد يمشي واحد يجي واحد اترفد. وخلي بال حضراتكم احنا زي ما قلنا من الكاركترستكس اوف ذا بروجكت لايف سايكل, في الاول ممكن الليسته دي يكون فيها ثلاثه ستيك هولدر بس, يا دوب انا عرفت مدير المشروع من طرف الكاستمر او الكلاينت, وعرفت مدير المشروع الاستشاري وبس. وكل ما الوقت عمال اخش في المشروع اكتر هبتدي اعرف ستيك هولدرز اكتر اند سو اون. فاول خطوه عندي في الستيك هولدر اناليسيس, بعد بعمل ايدنتيفيكيشن للستيك هولدر, ببتدي اعمل انالايزنج واسسمنت دي الستيك هولدر دي, او بعمل ايدنتيفيكيشن للرولز بتاعته والانترست والاكسبكتيشنز وهيز انفلوس اباوت ذا بروجكت, ببتدي اعمل ايدنتيفيكيشن للسبورتر والتشامبيونز والتشالنجرز, ببتدي اعمل اسس للستيك هولدر رياكشنز, ببتدي اعمل كلاسيفيكيشن للستيك هولدر دول ان جروب, بعمل بقى كونداكت ميتينجز معاهم, وفي النهايه خالص بديكم الكلام ده كله فين, في الستيك هولدر اناليسيس. اهم خطوه بنعملها في المرحله دي اللي هي خطوه الكلاسيفيكيشن اور جروبينج اوف ذا ستيك هولدر. في عندي أربعة طرق مختلفين للستيك هولدر كلاسيفيكيشن. إحدى الطرق بسميها Power Interest Grid أو Power Influence Grid أو Influence Impact Grid أو Silence Model. دي أربع طرق أو Representation Techniques مختلفة ممكن بستخدمهم أنا as a project manager in order to make grouping للستيك هولدر بتاعتي. طب يعني إيه يا باشمهندس؟ تعالى أقول لحضرتك يعني. تعالى كده بص لي, وأشهر واحد بيستخدم بصراحة اللي هو Power Interest Grid, لو هنشرحه مع بعض دلوقتي. ده عبارة عن ايه؟ حضرتك خلاص تخيل كده عندك Excel sheet كامل في كل اسامي الستيك هولدر بتاعتك, حلو, اللي هم A و B و C و D و E و F و G, وتيجي ترسم كيرف بسيط كده between الانترست
والباور بتاع الستيك هولدر. واعتقد معظمنا بيعمله بس مش بالمسمى او بالمعنى ده. وتقسم الكيرف ده لاربعه جروبس تمام، بناء على الانترست والباور بتاع الستيك هولدرز. اخر اول كاتيجوري عندنا او اول جروب اللي هو ايه، راجل لو انترست ولو باور. طب يعني ايه يا باشمهندس لو انترست ولو باور؟ ادينا اكزامبل هقول لك. لو انترست معناه ايه؟ الراجل ده هو اوريدي ايدنتيفايد از وان اوف ذا ستيك هولدر، لكن از وان اوف ذا ستيك هولدر، لكن هو من جواه مش اصلا مش انتر مش انترست بالمشروع بتاعك ده اساسا، اخر همه زي ما بيقولوا كده. وان ذا سيم تايم هو اصلا ما عندوش باور، يعني ما عندوش اوثوريتي اطلاق. فانت حضرتك دورك تحط مجموعه الستيك هولدر ده فين؟ في خانه المونيتور، تحطه كده في الجروب ده عشان تعمل له مونيتور فروم تايم تو تايم. ليه؟ وارد جدا هيز انترست هيتغير صح، بدل ما لو يبقى هاي. وارد جدا هيز باور يترقى ياخد منصب اكبر ولا واتيفر، فعشان كده لازم حضرتك تعمل له ايه؟ مونيتور. ده المجموعه اللو انترست لو باور. طيب جميل قوي، تعالى بقى الهاي انترست لو باور. مجموعه ستيك هولدرز عندهم هاي انتر للمشروع بتاعك، لكن في النهايه يا عيني ما عندهمش اني اوثوريتي، ولا بيمضوا على مستخلص ولا ولا ولا. فلازم حضرتك المجموعه دي at least keep them informed، حطهم زي ما بيقولوا كده في السي سي، عرفوا عشان لما ياخد السلطه وياخد القوه ما يطلعش على حضرتك بقى القديم والجديد زي ما بنقول، يقول لك تعالى بقى مش انت كنت منفض لي قبل كده، طب تعالى بقى خد ان سي ارز، خد خد خد. فمجموعه الهاي انترست المهتمين بالمشروع بتاعك للاسف عندهم لو باور او ما عندهمش هاي اوثوريتي، خليهم بس في الكاتيجوري بتاعه ايه، keep them informed، حطهم في اللوب او ادعيهم من وقت لاخر لاجتماعات البروجرس بتاعتك. حلو كده؟ طب جميل، تعالى بقى مجموعه الهاي باور ولو انترست. شخص وليكن الاستشاري او الكلاينت او او او، راجل عنده هاي باور، هو امضته اللي بتمشي المستخلص، لكن ان ذا سيم تايم لو انترست. طب ازاي يا باشمهندس؟ اقول لك لو يعني هو بقى راجل تشاء الاقدار اتعين هو الار اي مثلا، وتشاء الاقدار هو عنده هيز اون برايفت بزنس بره، عنده مكتبه وعنده دنيته وعنده مصنعه واخر همه المشروع بتاعه ده، لكن في النهايه امضته هي اللي ايه، هي اللي بتمشي المستخلص، هي اللي بتدي ابروفال على السامبلز او سو اون. عشان كده المجموعه الهاي باور واللو انترست اللي حضرتك حطهم في جروب ايه، كيب ذم ساتسفايد. خلي بالك حضرتك احنا هنا بنتكلم كيب ذم ساتسفايد فروم مانجمنت برسبكتيف، مش بقى حاجات اندر تيبل ولا وات ايفر، احنا بنتكلم فروم مانجمنت برسبكتيف. طيب اخر مجموعه بقى اللي هم مين؟ اللي هم الهاي باور والهاي انترست. دول بقى حضرتك كده تجيب كرسي وتقعد معاهم في المكتب، اللي هو حتى بيقول لك ايه، بيقول لك مانج كلوزلي، عشان دول بقى ايه، بوث هاي باور وهاي انترست. اكبر لما عملت بقى كلاسيفيكيشن والجروب من الكلام ده كله، بتيجي بقى تعمل فاينلايزيشن للكلام ده كله فين، في الستيك هولدر ريجستر. تعالى كده اهو، ده شكل يعني درافت للستيك هولدر ريجستر، يكون محطوط هنا في النيم، الكونتاكت، الايميل، ليفل اوف باور، ليفل اوف انفلوينس، الكرنت انجيجمنت ليفل والتارجت انجيجمنت ليفل. دول طبعا هنشوفهم في الخطوات بقى بتاعه البلان بلان ستيك هولدر انجيجمنت في المراحل بعد كده، بس اتليست بيكون حضرتك حاطط الكونتاكت نمبر والايميل والليفل اوف باور والليفل اوف انفلوينس حسب الباور انترست جريد. طبعا الاوتبوت بتاعنا بيكون بقى الستيك هولدر ريجستر، بيقول لك ا بروجكت دوكيومنت انكلودنج ايدنتيفيكيشن assessment and classification of project stakeholders, stakeholder assessment and classification information. كل الحاجات دي بتكون محطوطة فين؟ محطوطة في الـ stakeholder register. طبعا الـ stakeholder register ده مين بيستخدمه؟ كل الـ process اللي بعديها دي كده هي اللي بتستخدم الـ stakeholder register. ليه؟ في الـ scope، وانت زي ما هنشوف المحاضرة الجاية، وانت بتجمع collect requirements، وانت هتجمع collect requirements منين؟ مش هتشم على ظهر ايدك، هتجمع بناء على الستيك هولدرز اللي محطوطين في الستيك هولدر ريجستر، هتبتدي تبعت لهم ايميلات اند سو اون. فهتستخدم الستيك هولدر ريجستر فور اني بروسيس ريكوايرد كولكتنج انفورميشن، ريكوايرد ديستريبيوشن اوف كوميونيكيشن، ريكوايرد اني كوميونيكيشن ويز الستيك هولدرز. يبقى الخلاصه بتاعتنا والريكاب بتاعنا، شايفين التو بروسيس السهلين اللي شرحناهم النهارده دول في الانيشيشن،
بيجي عليهم 23 سؤال في الامتحان، يعني 13% من أسئلة الامتحان. حضرتك لو جاوبت على أسئلة ال 23 ال 2 بروسيس دول 11 سؤال أو 10 أسئلة غلط لقدر الله، حضرتك بنتيجة الامتحان بتكون فين. الهدف من بروسيس انيشيشن تطلع تشارتر وتطلع ايه ستيك هولدر ريجستر. احنا كده النهارده نعتبر خلصنا. لو حد عنده اي سؤال يتفضل في الجزء اللي شرحناه.